بنكمل فيها diseases of the gastrointestinal tract و نبدأ بالدكتور عارف انا بحبك بقى عامل ايه؟ ايه الكومن سايت للكارسينوما اوف اسوفجس؟ الابر ولا اللور؟ الميدل ليه الميدل يا دكتور؟ الليفت شاطر دكتور الكارسينوما في الابر اسوفجس اللي بيسموها بوست كرينكويد اللي عندك في العمل في الجار كومن ان ميل ولا في ميل؟ في ميل شاطره دكتوره ليه؟ علشان هي البلامر اون توب اوف بلامر بنسون سندروم راجل صديقي ايه انواع الكرونيك كاسترايتس انفكتيف كرونيك كاسترايتس؟ إما إنها تكون أوتوميون أو تكون بسبب هيليكوباكتر بايلوراي. الأنواع مايكروسكوبيك يا دكتور. أكوردنج تو سيدني. اللي مش مكتوب عندك. حد هيقول؟ كرونيك سوبرفيشال وكرونيك أتراف. أوكي، دكتور. لو لقيت في الكرونيك سوبرفيشال اكيوت انفلاماتوري سيل معناها ايه؟ الكتاب كان معاك في البيت كنت الاقي معناها في اكتيفيتي صح؟ ايه تعرف عيان اسمه شيبس كونجنيتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس؟ شيبس كونجنيتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس العيان ده بيبريزنت بروجستايل فوميتنج اول ما يتولد ولا بعد 3 شهور؟ ليه؟ معلش ان هو كونجكت عشان العضلات بتقعد ان سباسم العضلات بتقعد ان سباسم 3 شهور فبيحصل لها هايبر فبالتالي بتتحول لاورجانيك ابستراكشن اوكي؟ اتلموا ده هنبدا على بركه الله نكمل مع بعض موجوده عندك انواع البايلوريك اوبستراكشن وانا شرحتها يخرب بيت بتوع الجراحه هيبهدلوني هنبدا على بركه الله نكمل ديزيزز ازيك يا مهندس ديزيزز اخر ليه diseases of the stomach وعندنا في الاول موضوع هناخد الالسرز of the stomach and duodenum واول ألسر عندنا اكتبوا عليها كاتيجوري ايه اسمها الاكيوت ألسرز of the stomach and duodenum يعني ايه كلمه اكيوت ألسر اوعى حد يقول لي الفرح الحاد على acute ulcers of the stomach and the duodenum معنى كلمة acute ulcer في الاستومك معناها موضوع superficial small ulcers ودي خدناها مع الجاسترايتس على acute ulcers هي موضوع superficial tiny small ulcer يعني اسمه اقل من 1 سم كلمة سمول يعني أقل من 1 سم لأن ده إندوسكوبيك ديفينيشن موضوع سوبرفيشال ألسر سمول حضراتكم الأكيوت ألسرز أوف ذا ستومك أند ديدينم في معظم الأحياء بتحصل أز بارت أوف أكيوت جاسترايتس في أسباب الأكيوت جاسترايتس اللي هم كانوا 10 أسباب أهم حاجة كان معظمهم انفكتيف ولا نان انفكتيف ولا نان الأكيوت نون انفكتيف لان حضراتكم مفيش بكتيريا تعيش في الاستومك اكيوت واشهر سبب للاكيوت ألسرز هي الاسترس الاسترس زي الصور اللي قدامكم دي واحد عنده انتراكرينيال هيبر سيريبرو باسكولار اكسيدنت سيفير بير واحد بيبقى عنده اي ستريس فبالتالي لما بيبقى فيه ستريس مش بيطلع الانتي ستريس هرمونز
واشهر انتي ستريس هرمون والكورتيزون انتي بروستاجلاندين، فبيقلل تكوين الميوكس باي كار، بيضاف الى ذلك في حالات السيريبرو فاسكولار اكسيدنت العيانين دول بيبقى عندهم كوشنج ريفلكس. تعرف ان الكوشنج ريفلكس كان لاقي قبل كده في البلمونري القديمه، الكوشنج ريفلكس يحصل برضه كونستريكشن في كل حته ما عدا ثلاث حتت، الكدني واللنج والبرين. يبقى معناها كده البلاد سبلاي للستومك زاد ولا قل؟ هتعرف تطلع ميوكس باي كارب؟ فال اتش سي ال يعمل مالتيبل سوبرفيشال سمول ألسر. عشان كده بنسمي الاكيوت ألسر اوف ذا ستومك اند ديدينم ستريس ألسر. بنسميه ايه؟ لو عيان عنده سيريبرو فاسكولار اكسيدنت، عنده انترا كرينيال هيموريج، عيان عنده بير، بنروح كاتبين على التذكره بتاعته زمان نص امبول زداك. نص يعني ايه كلمه نص؟ نص بنكتبها ان او اس. يعني نص؟ كتير قوي منكم اللي مش عارف الكلام ده هيفضحنا في الحوادث. نص ان او اس امبول زداك، فيروح جاي ماسك امبول الزداد فاتحه واخد نصه ومديه للعيان. يعني ايه نص؟ يعني nothing برقص. لان اي حاله من الاسترس لو احنا شربنا العيان وكلناه ده استيمولنت ليه؟ لل اتش سي ال، هيبقى عنده سيريبرو فاسكولار اكسيدنت وعنده نزيف في مخه، وتيجي حضرتك توكله او تديله رايف على طريق الاكل، فساعتها تلاقيه راح مرجع لك دم. وتيجوا تسالوني ازاي الدم اللي في مخه نزل من بقه؟ هو الدم اللي في مخه نزل من بقه ده جاله ستريس ألسرز. بندي كلمه نص مش معناها نص، نص معناها nothing برقص. الاكيوت ألسرز مهمه لان دي ايمرجنسي وغلطه دكاتره، لان اي عيان في الاسترس لازم يبقى nothing برقص، لان لو في ستريس في كورتيزون، والكورتيزون انتي بروستاجلاندين، والبروستاجلاندين ميديتور فور ميوكس بايكارب سكريشن. فبالتالي لو العيان ده وكلته هيرجع دم، لان هيجيله مالتيبل سوبرفيشال سمول ألسر. هذه الألسر في رأيكم تهيل باي ماركت ولا ليتل فايبروزس؟ ليتل فايبروزس، لأن هي سوبرفيشال، خطورتها فقط في الهيموريدج. أكيوت ألسرز كاتيجري إيه؟ بالمنظار أفرق إزاي بين الأكيوت ألسرز والكرونيك سبتك اللي هاخدها دلوقتي؟ مين فيهم مالتيبل؟ الأكيوت، مين فيهم سمول؟ الأكيوت يعني إيه سمول؟ مش مكتوب عندكم؟ أقل من 1 سنتيمتر. ما اللي قدامنا دي شفنا الصور دي قبل كده. This is multiple acute ulcers superficial، وهي طبعا بتبقى بتبليد وبتعمل مشاكل كتير قوي. الاسم التاني اللي ما يعرفش بيسموها ستريس ألسرز. ستريس ألسرز لأن هي بتبقى موجودة في الستريسفول كونديشنز. إيه كمان؟ موضوعنا الأساسي النهارده الكرونيك بيبتيك ألسر. البيبتيك ألسر ليترالي يعني ايه كلمة بيبتيك؟ ليه سموا البيبسين بيبسين؟ يعني ايه ديسبيبسيا؟ البيبسين أو البيبتيك معناها هضمية، فالبيبتيك ألسر ترجمة حرفية هي القرحة الهضمية. بسبب اكتشاف الاكزاكت ايتيولوجي اوف بيبتيك ألسر في 2006 طبيب خد جائزة نوبل، لأن نوى دي الاكزاكت ايتيولوجي اوف بيبتيك ألسر اتش بايلوراي. نو بيبتيك يا دكتور يا خيري، ما في كراسي هنا. البيبتيك ألسر، وقفلوا الباب ده لو سمحت. البيبتيك ألسر هي القرحة الهضمية، اكتبوا عليها الكاتيجري ايه؟ نظري
وجار وكيس وكلاس اي نكزام. البيبتيك ألسر ده ديزيز ولا حاجة كرة زراعة؟ يبقى لازم تبدأ بيه. البيبتيك ألسر سيمبلي، لازم تقول سيمبلي دي بقى. البيبتيك ألسر سيمبلي it affects within the mucosa of any portion of gastrointestinal tract exposed to action of HCl and pepsin. أي حتة من جي اي تي معرضة لل HCl والبيبسين وتتاكل نسميها بيبتيك ألسر. سميت بيبتيك لأن الميكانيزم بتاع الألسر هو ال HCl and pepsin فبنسميها بيبتيك ألسر. خيري البيبتيك ألسر الشاشة اللي ورا يا ابراهيم شغال. البيبتيك ألسر simply it affects within the mucosa of any portion of gastrointestinal tract exposed to action of HCl and pepsin. وتحية للمؤلف. بعد الديفينيشن راح مديكوا على طول السايتس. حضراتكم خمسة سايت تطلع فيهم البيبتيك ألسر ما لهمش سادس. ما ينفعش أشخص بيبتيك ألسر إلا في واحدة من خمسة سايت. وعكس ما أنتم تتخيلوا. إيه الكومن سايت أوف بيبتيك ألسر؟ أهو دي بيجيبوها كل سنة في الإم سي كيو وبالذات في الامتحانات الجاي ده. ها؟ كل الناس متخيلين البيبتيك ألسر الكومن سايت هي الاستومك وده غلط. ربنا خلق الاستومك عشان تستحمل ال HCl والبيبسين. فبالتالي عشان يحصل بيبتيك ألسر في الاستومك العيب مش عيب HCl وبيبسين، العيب عيب استومك. عشان كده الكومن سايت اوف بيبتيك ألسر واحد الديدينم. فين في الديدينم؟ فيرست انش اوف ذا فيرست بارت. فاول انش من الفيرست بارت اوف ديدينم. لان هنا ال HCl بتركيز عالي هيخبط فيه. لان انتوا عارفين الديدينم؟ خدتوا الاناتومي؟ نرجع بسرعه. الديدينم اسمه بالعربي ال 12 كم بارت؟ 4 بارت. الفيرست بارت كم انش؟ كم انش؟ 2. السكند بارت 3. الثيرد بارت الفورث بارت كده يطلعوا كم انش؟ 10. امال ليه بيسموه الاثنى عشر؟ لان هو كانوا بيحسبوه بالصباع فهو اثنى عشر صباعا. خدتوا الكلام ده ولا ما خدتوش؟ اول مره اكشر حته بتيجي فيها البيبتيك ألسر الفيرست انش اوف ذا فيرست بارت دي 80% من بيبتيك ألسر. لان هنا ال HCl اول حته بيخبط فيها وهي ما فيهاش ميوكاس بايكارد. نمبر 2 سكند موست كومن الاستومك. فين في الاستومك؟ في اكتر حته اريتيتد اللي هي الانترم. فين في الانترم؟ عند الليسر كيرفيتشر. تعرفوا الحته دي؟ الاكل لما بيجي ينزل في المعده بيروح نازل بورس يخبط في الارض كده بالجرافيتي ولا بيمشي فوق؟ الاكل لما بيمشي في الاستومك بيمشي على الليسر كيرفيتشر. فبالتالي ده تروماتيك افكت اللي يعمل لي جاستريك بيبتيك ألسر. الجاستريك بيبتيك ألسر ملهاش دعوه بالهايبر اسيديك. قصتها بيبقى في تروماتيك افكت. استومك مجنونه ما استحملتش ال اتش سي ال اللي جواها. الليسر كيرفيتشر خدتوه ده في الاناتومي؟ الميركوزا الفولد اللي بيمشي فيه الاكل بيسموه ايه في الاناتومي؟ بيسموه شتراس ماجنا. تعرف ايه شتراس؟ محدش هنا الماني خالص. شتراس يعني ستريت شارع. ماجنا الرئيسي لان هو ده اللي بيمشي فيه الاكل فدي اكتر حته عرضه. عشان كده ايه الكومن سايت او جاستريك بيبتيك ألسر؟ الانترم. فين في الانترم؟ عند الليسر كيرفيتشر.
يليها بعد كده السايت الثالث للبابتك ألسر lower end of esophagus. حضراتكم كل الثلاثة الجايين دول أقل من 2%. اللور اند اوف اوسوفجس هو نورمال اللور اند اوف اوسوفجس بيجي له اتش سي ال وبابسيت، بس ممكن يجي في حالات الجاب اللي بتنتهي بارتس اوسوفجايتس. الكومن سايت اوف بيبتيك السر لحد دلوقتي فين؟ في الديدينم 80% فيرست انش اوف فيرست بارت، يليه بعد كده الاستومك انترم لسر كيرفيتشر، يليه بعد كده اوسوفجس في حالات بارتس، يلي بعد كده في الاستوما اوف جاسترو جوجينوستومي. يعني ايه كلمه جاسترو؟ ستومك. ويعني ايه جوجينم؟ جوجينم. ويعني ايه اوستومي؟ افتحهم على بعض. في ناس بيبقى عندهم ان اوبرابول كانسر بنكرياس، فبالتالي الجيدينم بيتسد عشان العيان ما يموتش من الجوع، ناخد لهم الجوجينم ونروح فاتحينه على الاستومك. ساعتها ال HCL هيخبط في البق بتاع الجوجينم فيعمل استومال ألسر. لأن هل ربنا خلق الجوجينم يستحمل HCL؟ نو. فممكن يحصل ألسر. إيه كمان؟ آخر حتة تحصل فيها البيبتك ألسر في 1-3% من البشر، 1-3% من البشر بيبقى عندهم حاجة زي ده زي الابندكس بس على الناحية الشمال، معمولة مش من واحد، من 3 layers of small intestine، طولها من 1-3 inches، بتعب على بعد 1-3 feet في الإيبيوسيكال فالف، وفي 1-3% من اللي عندهم هذا الدايفرتيكلم بيبقى جواه اكتوبيك جاستريك تيشو، فبالتالي بيحصل جواها بيبتيك ألسر. دي بيسموها ميكل دايفرتيكلم اللي هنشرحه ان شاء الله بعد شويه. الميكل ده كونجنيتال انومال، ده دايفرتيكلم بيبقى طالع من الايليوم، لو كان جواه اكتوبيك جاستريك تيشو هيسكريت اتش سي ال، فبالتالي يحصل جواه بيبتيك ألسر. البيبتيك ألسر لها 5 سايت ما لهمش سادس. وتو سمرايز الكومن سايت اوف بيبتيك ألسر، الديدينم وليس الاستومك بنسبة 80%، أما الاستومك الجاستريك 18%، الباقيين أقل من 2%. اتيولوجي عندنا في الكتاب، لو حد دلوقتي بيذاكر من تكست بوك محترم اوف باثولوجي بعد 2006 مفروض يقول كده the exact etiology is H. pylori، لأن هو أثبتها. ولكن إحنا بنشرح لكم الباثوجينيسيس، بنشرح لكم البريدسبوزنج فاكتور، لأن زمان ما كناش نعرف. فالبريدسبوزنج فاكتور كانوا بيقولوا كده the exact etiology is unknown. However the following are الإيج، دي من السرطان، above 20 وليس 40، لان مفيش، لقوا بالانسيدنس ان مفيش بيبتيك ألسر في الاطفال، لان الاطفال ما بيشيلوش الهم، فبالتالي above 40 ادلت. السكس مور ان ميل ولا في ميل؟ ميل، لان الميل هم اللي بيتعرضوا للستريس اكتر، ده قبل 2006 ولازم تحفظوه. وفي حضراتكم بريسيبيتيتنج فاكتور، ايه الحاجات اللي تغلس على الجي اي دي؟ يلا الاسات، يبقى واحد سبايسي فود وسموكينج وسبيريتس، كل الالكحول، يعني كل الحاجات دي تعمل لنا بريسيبتيتنج فاكتور. وكان عندهم اللي بيجيبوه لكم في الامتحان كانوا بيفسروا الديدن البيبتيك ألسر بنظريتين بيبداوا بحرف الاتش، والجاستريك بيبتيك ألسر بنظريتين بحرف الدي. الديدينال بيبتيك ألسر كان بيقول لك سببها ايه؟ نمبر 1 الهايبر اسيدي، لان مفيش ديدينال بيبتيك ألسر من غير هايبر اسيدي، لان ربنا ما خلقش الديدينال يستحمل الهايبر اسيدي. ايه اسباب الهايبر اسيدي دي؟ ها؟
اول سبب كان زمان حاطينه بريدسبوزنج فاكتور اتش بايلوراي. طب ازاي الاتش بايلوراي بتعمل هايبر اسيد؟ بتديسيف الكيمو ريسبتور في البايلورس فبيطلع جاسترين كتير فيخلي البارايتال سيل تطلع اتش سي ال كتير. تاني سبب دي كان زمان بريدسبوزنج فاكتور نوا دي خلاص اتيولوجي. تاني سبب الحاجة خدتوها في الفيسيولوجي اسمها زولينجر اليسون سندروم، سمعت عنه؟ انتوا خدتوا الميكانيزم في اتش سي ال سكريشن اساسا؟ امبلس تنزل في الفيجاس تروح على الجاسترين سكريتنج سيل تؤمر البارايتال سيل تطلع اتش سي ال، خدتوا الكلام ده؟ يبقى اسباب الهايبر اسيد واحد الاتش بايلوراي، اثنين زولينجر اليسون. ايه زولينجر اليسون ده؟ ده عبارة عن بنكرياتيك جاسترينوما تيومر في البنكرياس يطلع جاسترين كتير فيطلع اتش سي ال كتير فيعمل هايبر اسيديتي يعمل مالتيبل بيبتيك ألسر. ايه كمان؟ كرونيك ستريس. حضراتكم لو الانسان اتعرض لاكيوت ستريس يشتغل السمباثيك ولا البارت؟ الاكيوت ستريس يشغل السمباثيك. عشان كده لو قلت لك دلوقتي في امتحان باثولوجي عندكم دلوقتي تبدأوا ضربات القلب وتعرقوا ده سمبسات. لكن حضراتكم قبل الامتحان النهائي تقعدوا في البيت بتاع 15 يوم 3 اسابيع، انت عارف الامتحان بعد 3 اسابيع، فبعد يومين 3 بيحصل لك كرونيك ستريس فتلاقي نفسك داخل خارج على الحمام، لان الكرونيك ستريس بيستيميوليت البار، ولو استيميوليت البار يبقى الفيجال تون هيزيد ولا ايه؟ هيزيد. والفيجال تون السكريتري موتور يعني هيطلع مور اتش سي ال. حضراتكم الديودينال بيبتيك ألسر كان اول باثوجينيس الزمان الهايبر اسيد، لان مفيش ديودينال بيبتيك ألسر وداوت هايبر اسيدتي. وناوا دي ايه السبب بتاعها؟ اتش بايلوراي. ولكن لازم تحفظوا كل هذه الاسباب. اثنين، كان زمان في نظريه للديدينال بيبتيك ألسر ان هي هيريديتري، ان هي قال لك اصل الميوكاس بايكارب اللي بيحمي الديدينال مش موجود، هو نورمال ما فيش ميوكاس بايكارب، قال لك الديفنسيف ميكانيزم مش موجود، حاجه هيريديتري جينيتيك. ازاي؟ قال لك انا عندي دلائل ان الديدينال بيبتيك ألسر ده كله قبل 2006، عندي دلائل ان الديدينال بيبتيك ألسر از هيريديتري لان هي رانز ان فاميليز، تلاقي هو عنده ديدينال بيبتيك ألسر وامه عندها والبواب عنده اتسترا اتسترا. طب الوقت تعرفوا تفسروا ليه كانوا بيقولوا عليها هيريديتر؟ لان الاتش بايلوراي از انفكتيف، لان هم بياكلوا مع بعض، فبالتالي كانوا زمان بيفكروا ان هي هيريديتر، هي ولا هيريديتر ولا نيلا. اتنين، واحد عبيط عشان يثبت الهيريديتري فحص اكتر من 100 عيان كلهم من اصول ليسوا كوكازيا، فحضرتك لقى ان 80 من اللي عندهم بيبتيك ألسر في الديدينم لقوهم بلاد جروب او، ومش البلاد جروب دي حاجه هيريديتري، قال لك خلاص يبقى الديدينم بيبتيك ألسر هيريديتري. حضراتكم زمان الديدينم بيبتيك ألسر كانت تفسر بنظريتين، اول نظريه هايبر اسيد، تاني نظرية هيريديتري. ولكن الجاستريك بيبتيك ألسر، الجاستريك بيبتيك ألسر من زمان عارفين ان هي ملهاش علاقة بالهايبر اسيد، لان هنا الناس اللي عندهم جاستريك بيبتيك ألسر ال اتش سي ال اللي موجود عندهم في الاستومك كميته لا نورمال لا اقل من الطبيعي نمبر 2، وعارفين ان هي مش هيريديتري، وكان مشكلتنا في التفسير، فكانوا حاطين نظريه الدي فيتاليزيشن اوف ذا جاستريك ميكوز. نورمال يا دكاتره مش في الجاستريك ميكوز هي اللي بتحمينا من اتش سي ال وبيبسن؟ لو حصل دي فيتاليزيشن مش الاتش سي ال الباقي والبيبسن هياكل المعده فيعمل بيبتيك ألسر. وكان اشهر سبب للدي فيتاليزيشن اوف جاستريك ميكوز از اتش بايلوراي. ما احنا كنا عارفين كده قبل 2006. لو سالت اي حد بتاع باثولوجي ايه اشهر سبب للبيبتيك ألسر كان يقول لك اتش بايلوراي، بس اللي كان يقول لك اشهر سبب
لكن nowadays بيقول الكوس. فهمتوا حاجة؟ هو طبعا مش قاعد وقال لك انا في رايي الاتش بايلوراي هي الاوليجوز. ده اثبتها بدراسه على 10,000 واحد عندهم البيبتيك انسر فيهم كلهم لا اتش بايلوراي. وعشان كده علاج الوقت البيبتيك انسر ايه؟ هيليكو كيو بيدي تريبل ثيرابي. لازم يدوا بيزمس وامبيسيلين وبروتون بامب عشان يموتوا الاتش بايلوراي فالبيبتيك انسر تخف. لان الوقت بقى لها يديومش. اشهر حاجه نظريه زمان للجاستريك بيبتيك ألسر دي فيتاليزيشن جاستريك بيكوز. واشهر سبب الاتش بايلوراي. امال ايه اشهر سبب الهايبر اسيدتي؟ يبقى ايه سبب البيبتيك ألسر؟ اتش بايلوراي. لكن كانوا زمان يقول لك دي فيتاليزيشن بحاجات ثانيه. دي فيتاليزيشن ممكن تحصل بسبب ديدينو جاستريك ريفلكس. يعني ايه ديدينو جاستريك ريفلكس؟ يعني الكونتنت بتاع الديدينم ترجع في الاستومك فالبايل سولت يرجع في الاستومك وبكده البيبسين هيبقى اكتف لان هنشيل منه اللايبو بروتين فيبدا ياكل المعده. فاكرين العيال اللي عندهم شيبس كانوا بيتعالجوا برامشتيد اوبريشن نقطع البايلورس فبالتالي كان بيحصل لهم الكلام ده كله. ايه كمان؟ ديليت جاستريك امتي كلهم بالدي اهو ديليت جاستريك امتي. ودي على فكره نظريه حديثه للاوبستي. المعده من حيث الشكل نوعين، لا اما فيرتيكال لاين المعده اللي هي بتترسم في الكتب عندكم، لا اما ترانسفيرس لاين اللي زي المعده المرحرحه كده اللي واخده البطن زي انا كده. حضراتكم لحد دلوقتي ايه احدث نظريه للاوبستي؟ بيقول لك ديليت جاستريك امتي. نورمالي الاستومك بتفضل الكونتنت بتاعها مش في وقت محدد على حسب شكلها. المعده اللي واقفه دي العصبيه دي بتفضل بسرعه، لكن المعده اللي مرحرحه ديت الترانسفيرس بتاخد وقت عمال ما تفضل. فلحد النهارده احنا مش عارفين هل انا تخين كده عشان معدتي مرحرحه ولا عشان انا تخين معدتي رحرحت. مش فاهمين حاجه. لو الانسان كان عنده المعده المرحرحه هيبقى عنده ديليت جاستريك امتي، فبالتالي هيحصل بروبر ميكسينج اوف فود. فبالتالي لما ينزل على الاستومك هيحصل له ايه؟ كومبليت ابزوربشن. فبالتالي الانسان يتخن. لكن الناس المعفرضين اللي معدتهم بتفضل بسرعه ساعتها مش هيحصل بروبر ميكسينج فما يمتصوش كل الاكل. انا هنا بشرح لكم ديليت جاستريك امتي عشان حاجه. لو الناس التخان اللي معدتهم بيقعد فيها الاكل فتره طويله دول حضرتك مش معرض لتروماتيك افكت اوف فود فبالتالي يجي لهم جاستريك بيبتيك ألسر. ودي مهمه في الجراحه. بتوع الجراحه بيسالوك تعرف منين عيان الديجنال بيبتيك ألسر من عيان الجاستريك بيبتيك ألسر؟ الاثنين بييجوا يشتكوا من عندهم الجاستريك بين وهارت بيرن. تعرف منين عيان الديجنال والجاستريك؟ من شكله من غير ما تفحصه. مين فيهم بيبقى تخين؟ ليه؟ عشان عنده ديليت جاستريك امتي. مين فيهم بيبقى رفيع؟ الديجنال. ليه؟ لان عنده كرونيك ستريس، لان عنده انكريس فيجل تو. مين فيهم ماسك بسكوت وعمال ياكله كل شويه؟ بياكلوا عشان يرتاح من الالم. الديدنال. لان الديدنال بياكل البسكوت فما ياكل البسكوت يقفل البايلورس فالاتش سي ال ما يروحش للديدنال وما يحرقوش في الالسر. وما زلنا بندرسكم بريسبوزن فاكتور عشان كده في الجراحه. الاثنين بيشتكوا من الجاستريك بين. مين فيهم بيبقى تخين؟ الجاستريك. مين فيهم رفيع؟ ديدنال. مين اللي على طول ماسك البسكوت عمال ياكله؟ الديدنال. عارفين بتاع الجاستريك ما يقدرش ياكل لان لما ياكل تروماتيك افكت يوجعه اكتر. ايه كمان؟ حضراتكم من احد الاسباب اللي تعمل دي فيتاليزيشن اوف دي جاستريك ميكوزا في عندنا كمان الاسكيميا. كانت زمان نظريه قديمه.
حضراتكم لو في البلاد سبلاي للاستومك قل هتعرف تطلع ميوكس باي كاب، فبالتالي الاف سي ال والبيبسين يعمل فيها بيبتيك ألسر. بس هم ما لقوش سبب الاسكيميا، قال لك بيبقى عندهم مايكرو ثرومبايت. كل هذه الاسباب كانت بتعمل دي فايتاليزيشن اوف ذا جاستريك ميكوز. وكانت النظريه الثانيه تروماتيك افكت اوف ذا فود، كانوا بيقولوا الناس اللي بيعملوا بيجي لهم بيبتيك ألسر في الاستومك بياكلوا هارش فود. بياكلوا ايه؟ هارش فود، عيش ناشف، الطعميه، فدي بتعمل لهم جاستريك بيبتيك ألسر. ولكن والمؤلف راح متدارك الموضوع ان بي ناو دي ايه الاكزاكت ايديولوجي اوف بيبتيك ألسر؟ الاتش بايلوراي. لان حضراتكم الاتش بايلوراي عن طريق الهايبر اسيديتي بتعمل جدنا، والاتش بايلوراي عن طريق دي فيتاليزيشن اوف دي ميوكوزا بتعمل جاستريك. فالوقتي كان هو بيديكم نسب، النسب دي بقت قديمه، كان يقول لك ان احنا لقيناها في 70% في حالات الديدنا، 50% في حالات الجسد، ده كلام اوانطه. ناو دي the exact etiology of peptic ulcer is H. pylori. والنظريات مهمه وهتتسالوا فيها، وكلكم بيجي لكم في الامتحان يقول لك قول لي الباثوجينيسيس اوف ديدنال peptic ulcer. فحضرتك ديدنال بتفتكر ان هي بالدي، الديدنال باثوجينيسيس بالاتش، الهايبر هاسيديتي والهيريديتري اللي بتدي هي الجاستر، الدي فيتاليزيشن وتروماتيك افكت اوف دايتس او فود. فهمتوا حاجه؟ بعد الباثوجينيسيس الباثولوجي حضراتكم الديدنال والجاستر، ادي اللي قدامكم ديت منظار، وانا داخل بالمنظار اللي قدامي ده انا عارف ان هو ديدنم. This is duodenal peptic ulcer. عرفت منين؟ مفروض ان المنظار الاندوسكوبيست بيعتمد على الجروس بيكتشر كومنت الجار، فلو لقى ألسر في الديدنم يعرف يفرق ما بين دي اكيوت ألسر ولا دي بيبتيك ألسر كرونيك ولا دي مالجنانت ألسر. واكتر حاجه بتفرق ما بينها هو السايز. اللي قدامكم دي في معظم الاحيان سنجل ولا مالتيبل؟ سنجل. السايز بتاعها اكبر من واحد بيبقى من 2 لـ 5، لان فوق 5 يبقى على طول دي مليج. من 2 لـ 3، في ناس قال لك لحد 5، هم بيعتمدوا على كده السايز. تعالوا نبص باثولوجي سايز الديدنال. ايه اكتر حته بيجي فيها الديدنال بيبتيك ألسر؟ فيرست انش اوف ذا فيرست بارت. اشمعنى؟ لان دي اكتر حته بيخبط فيها الاتش سي ال في الاول، دايما على البوستيرو وول. بوستيرو وول، لان السمك بالنسبه للديدنال انتيريو، فما تيجي تفتح تخبط في البوستيرو وول اوف ديدنال، ممكن انتيرو وول كمان. حضراتكم اما الكاستر فين اكتر حته بتيجي فيها؟ في الانترا. فين في الانترا؟ عند الليسر كيرفيتش عشان تروماتيك افكت اوف فود. من حيث الشيب بتبقى راوند او اوفر الاثنين، ما هو نون سبيسيفيك. وعشان كده في الاستومك بالذات هوريها لك، بيبقى فيه ألسر تيجي عند الليسر كيرفيتش وتاخد حته من الانتيرو وول اوف استومك وحته من البوستيرو وول اوف استومك، فيسموها سادل ألسر. يسموها ايه؟ يعني كلمه سادل سيرف، لانها بتبقى راكبه على الليسر كيرفيتش، فسموها السد الالسر. هتعرفوا اهميتها بعد شويه. الالسر دي زي اي السر نون سبيسيفيك، بيبقى في الاول لها شارب ايدج، بعد كده سلوبنج ايدج. اهم حاجه الفلور بتاعها زي ما انتم شايفين معايا، رف نيكروتيك ولا سموث وكلين؟ ليه سموث وكلين؟ ليه سموث وكلين؟ لان دي بيبتك. يعني ايه بيبتك؟ هضميه، اتاكلت جدار المعده واتهضم، فمش هيبقى فيه بقايا النيكروتيك تيشو. ودي بيشوفوها بالمنظار اللي قدامكم دي سموث اند كلين. بالنسبه للناس اللي شافوها رفع النيكروتيك عادي، انتوا لسه بامبرز، انتوا شايفين حاجه اساسا يعني مش فاهمين حاجه. بس في انجبالكم في الام سي كيو الفلور بتاع البيبتيك ألسر رف نيكروتيك ولا سموث اند كلين؟ ليه سموث اند كلين؟
الحته دي اتهضمت وامتصت كمان يا حبيبي. ايه كمان؟ الفلور بيبقى فير بسبب الفايبروزس لان دي كرونيك. تحت الميكروسكوب زي اي نون سبيسيفيك ألسر. اي نون سبيسيفيك ألسر من اللي هيمروا علينا السوبرفيشال لير نلاقي فيها نيكروتيك ديبري واكيوت انفلاماتوري سيل. الديب لير نلاقي فيها فايبروزس اند كرونيك انفلاماتوري سيل. السوبرفيشال لير بنلاقي فيها نيكروتيك ديبري هنا طبعا مش كتير اند اكيوت انفلاماتوري سيل. الكرونيك اللي تحت لان دي هيلينج فايبروزس وكرونيك انفلاماتوري سيل. عشان كده مفيش سلايد اسمه بيبتيك ألسر لان هي نون سبيسيفيك ألسر. اللي بيجي اكتر في الامتحان وبيجي خمس درجات اي كومبليكيشن وحضراتكم نرجع من الاستنباط. حضراتكم قلت لكم اي ديزيز عنوانه فيه كلمه ألسر او الباثولوجي بتاعه بتشرحه ألسر ترقع كام كومبليكيشن وانت مغمض؟ كام كومبليكيشن؟ ثلاثة فوق الألسر شايفين النافورة؟ تحت الألسر؟ على مستوى الألسر؟ ايه كومبليكيشن اوف بيبتيك ألسر؟ أول حاجة هامور. الهامورج هنا هنسميه ايه؟ هيماتامسيس أند ميلينا. هيماتامسيس أند ميلينا ده أشهر سبب للهيماتامسيس والميلينا. طيب تحت الألسر بيرفوريشن. لو اتخرمت ديدينال جاستريك ألسر هي مش دايما بتيجي في البوستير وول زي ما قلت لكم. مين اللي ورا ديدينال؟ البنكرياس. يخش العيان في حاجه اسمها اكيوت هيموراجيك بنكرياتايتس ودي بتموته في ساعتها لان بيحصل اكتيفيشن للبنكرياتيك انزيمز بسبب ال HCL والبيبسي. طيب لو اتخرمت جاستريك الاستومك دي جوه البريتونيوم فالعيانين هيجي لهم بريتونايتس. طيب على مستوى الالسر فايبروزس لو جت في الديدينال هيتعمل ديدينال ستينوزس. لو جت في البايلورس بايلوريك ستينوزس. ولكن بصوا على الصوره دي حضراتكم قلت لكم الجاستريك ألسر ممكن تيجي على الليسر كيرفيتشر ويبقى لها لم على الانتير وول ولم على البوستير وول. دي اما يحصل لها فايبروزس المعدة هتتفعص من النص فيدينا منظر بنسميه اور جلاس ديفورم. نسميه يعني اور جلاس الساعة الرملية لان الساعة الرملية حاجة ازاز منفوخة من فوق ومنفوخة من تحت وفي النص فيه كونستراكشن. This is our glass اللي يعملها الجاستريك بيبتيك ألسر لو كانت سدد. لكن ممكن كمان الجاستريك كارسينوما تعملها لو كانت لوكالايز. ايه كمان؟ اذر ودي التكه اللي بيسالوها لكم في الامتحان الجاي. مين فيهم تشينج مالجننت؟ الديدينال ولا الجاستريك؟ الجاستريك تشينج مالجننت بنسبه اقل من 1%. اشمعنى؟ اشمعنى؟ لان الجاستريك از نوت ريليتد تو هايبر اسيدتي. الجاستريك فيه عيب في الاستومك ما استحملتش ال HCL بتاعها يبقى معناها هي مجنونه واللي مجنون يتجنن اكتر فهي اللي مالجنت. اللي بتقلب هي الجاستريك وليس الديدينال. اشهر كتاب جراحه اسمه بيلي ان لاف. بيلي ان لاف كتب في البيبتيك ألسر في الاستومك كده بدايته there is nothing called gastric peptic ulcer it's malignant from the start. فاهمين حاجه؟ يعني هي اساسا ليه ما استحملتش الحامض بتاعها؟ لان هي مجنونه فبالتالي تشينج مالجنت. وهو عمل دراسه فولو اب ولكن للاسف هو ما قدرش يثبت ان كلهم بيقلبوا فطلع في الدراسه اقل من 1% هو اللي بيقلب. مين فيهم تشينج مالجنت؟ هيجيبوها لكم في الامتحان الجاي. الجاستريك ام الديدينال؟ الجاستريك فقط. الديدينال نيفر تشينج مالجنت. اي صعوبه؟ البيبتيك ألسر كاتيجري ايه؟ ولا تشخص الا في حته من خمسه. مين الاشهر؟ الديدينال. والديدينال هي اللي لها علاقه بالهايبر اسيدتي والهيريديتري. مين فيهم نوت ريليتد تو هايبر اسيدتي او هيريديتري؟ الجاستريك. لان الجاستريك تفسر بالديفيتاليزيشن
ولكن nowadays the exact etiology is H. pylori. كده خلصنا الكرونيك بيبتيك ألسر ونخش على حاجة اسمها tumors of the stomach. التيومرز of the stomach التقسيمة تتألف. وأنا بقول تتألف وأنتوا ولا بتعرفوا تألفوا ولا تنيلوا حاجة. حضراتكم الاستومك التيومر اللي تطلع منها تبقى إيه؟ بيناين ومالين. والبيناين إبيثيليال وميزينكايمال وأذر. الإبيثيليوم إيه نوع الإبيثيليوم بتاع الاستومك؟ كولوم. طيب إيه التيومر البيناين اللي يطلع من كولوم؟ في الترم الأولاني أدينوميتس بوليب. خدتوا الأدينوميتس بوليب؟ ده بيناين تيومر بيبقى سنجل مالتيبل سيسايل. تعرف ايه السيسايل؟ مالوش رقبه بيدانجليتد وكور وكفرنج وطبعا تشينج مالجنت ادينو كارسينوم. ممكن مش في جوه الاستومك سموث ماسل يطلع منها لايوميوم. مش في بلاد فيسل انجيوم اند اتسترا اتسترا. المالجنت لو في حضرتك ادينوما يبقى المالجنت اسمه ادينو كارسينوم اللي هو الكارسينوم. يطلع ساركوما يطلع لمفوما ولكن يطلع جيست. خلي بالك كلمه جيست دي انا قلتها قبل كده في الاوسوفيس وادوك اشرح لكم بعدين يعني ايه جيست. في عندنا بعض الناس في الشفوي بيسالوها بعض من هي مكتوبه عندكم ايتاليك. اما تلاقوا حاجه مكتوبه ايتاليك ريمارك دي اديشنال انفورميشن. ولكن بعض الممتحنين الخارجيين اما يلاقي الواد قدامه كده بيصد ويرد وحلو يقولوا تعرف يا ابني الجست. لان اشهر حته بيطلع فيها الجست هي الاستومك. الجست باختصار جاسترونستاينال ستروما تيومر. قبل سنه 1920 ما كانوش بيشخصوا جست وكان بديل الجست لايوميوم. كل حالات الجست قبل سنه 1920 كانت بتتشخص لايوميوم لان الجست ده طالع من السموث ماسل اللي بتشتغل كبيس ميكر سيلز للجي اي تي. انتوا مش عارفين ان الجي اي تي لوبس ميكر موجود في كل الجي اي تي اللي بينشيد البريستالسيس. طب انتوا تعرفوا ان الهارت لوبس ميكر؟ ايه البيس ميكر بتاع الهارت؟ سبحان الله. طب ايه البيس ميكر بتاع الجي اي تي؟ ايه؟ شاطر. سموث ماسل سيل موديفايد بيسموها السيلف كاجال. سمعتوا على السيلف كاجال؟ اما تتجنن يبقى التيومر اسمه جست. حضراتكم قبل 1920 2023 ما كانش فيه تيومر في الدنيا اسمه جست لحد ما جه كاجال اثبت ان الخلايا دي مش سموث ماسل عاديه دي البيسميكر سيل. اثبتها ازاي؟ في الاميونو. لان السيلف كاجال بوزيتيف لحاجه اسمها سي دي 117 اللي بيسموه سي كيت. حضراتكم الجست عامل بالظبط زي اللايوميوم بالاتش ان دي. عشان تقول ده جست لازم تعمل له اميونو اسمه سي دي 117 سي كيت. وعشان كده احنا ما بنسالوش لان الاميونو عندكم مش سبيسيفيك. حضراتكم الجست بيناين ولا مليك؟ بيناين ولا مليك؟ ها؟ ام بريدكتابل بيهيفير. يعني بيناين ولا مالجنت؟ Unpredictable behavior. محدش يقول لي لوكال مالجنت. ما تعرفش تتوقع بيه. الجست Unpredictable behavior. دي اورال. الجست اورال. لكن هناخد الجد بقى. كارسينوما اوف ذا ستومك. اكتبوا عليها كاتيجري ايه؟ نظري وجار وكيس وكلاس ايه الاكزام. حضراتكم الكسر الكارسينوما ده ديزيز ولا حاجه في كليه الزراعه؟ طالما ديزيز لازم يبدا بيه. مين يرى على الديفينيشن اللي هو ما خدوش؟ ها؟ يلا يا جدعان لازم نستيك تو ستامب. على ورق الاستنباط بتاعي مترمي في اي حته. يقول لك استنباط دكتور فيصل. والعادي يقعد يحفظه الاستنباط. يا حبيبي هدفك هنا ان انا اخليك تقول الاستنباط. الكتاب عدى عندك وانت مش عدى عند الكتاب. اللي هيحاول يحفظ كده هيلبس في الحيطة لأن هو مش مرض واحد ده هم أمراض كتير فلازم يبقى عندك استنباط. قال لك ستومك كارسينوما ديزيز ولا حاجة في الزراعة؟
يبقى لازم تبدا بايه؟ ستامبد كارسينوم. مين يقول الديفينيشن اللي مش مكتوب عندكم؟ برايم ماليجنيوبلاست ارايزنج فروم ستوم. يا سلام بقى لو تزودوا لي كده وتقولوا This tumor was common in Japan and Australia and very rare in Africa. ليه؟ هنشوف. زمان اكتر دولتين في العالم كان فيهم سرطان المعدة اليابان واستراليا. وما كانش موجود خالص في افريقيا وعلى رأسها مصر طبعا. بعد الـ definition etiology. الاتيولوجي في اي سرطان بنقول ايه؟ The exact etiology is however the following are age above 40 والsex more in mean. ايه اللي يغلس؟ افتكروا الاسات او الاس بدل سبايسي spicy smoke meat and fish. وعشان كده كان مشهور زمان في اليابان واستراليا لان اليابانيين هم اكبر صيادين للهيرينج فيش. هيرينج يعني الرنجه. وكانوا بيصنعوا الرنجه وياكلوها. ودي سموك ده فيش. واستراليا السموك دي ميت. لحد ما اليابان حرمت تصنيع الهيرينج فيش فيها سنه 83. بس هي اكبر صياد للهيرينج فيش. بعد ما تصطاد وترميه تاني في البحر بقى يتبعهن. وبدا يظهر عندنا سرطان المعده. لان حضراتكم زمان افريقيا دي قاره عره. الناس شعبها مش لاقيين ياكلوا العيش الحائط. هياكلوا سموك دي ميت اند فيش. لكن نوادي ظهر لان حضراتكم احنا بقينا نصنع سمك الرنجه. فهمتوا حاجه؟ ده بسبب السموك دي ميت اند فيش. اول اس سموك دي ميت اند فيش. بقيه الاسات كلها مش كانت بتعمل كرونيك جاسترايتس؟ والكرونيك جاسترايتس مش كانت بتنتهي بالكرونيك بيبتيك ألسر؟ فدي بريدسبوزنج فاكتور لها. هل البيبتيك ألسر في الديودينم ينفع احطها في سرطان الديودينم؟ لا، مفيش اساسا عندكم حاجه اسمها سرطان الديودينم. يبقى حضراتكم السموك ميت اند فيش، الكرونيك جاسترايتس، الكرونيك بيبتيك ألسر. حضراتكم البناين تشينج مالجنت، الادينوميتس بوليب اللي انا قلتها، وال H pylori. This is the predisposing factor of gastric carcinoma. ال gastric carcinoma nowadays أهم predisposing factor H pylori. مش مكتوبة عندكم بوضوح. كاتبينها تبع ال chronic gastritis. كان في واحد زمان عبيط كان بيقول أنا لقيت ال gastric carcinoma more common في الناس اللي blood group. خلي بالكم هو نفس العبيط. الديدينال بيبتيك ألسر مور كومن ان بلاد جروب. بس هو على ايامه كان عاوز يثبت ان السرطان والبيبتيك ألسر هيريديتال، فكان بيقارنها مع الهيستو كومباتيبلتي انتيجين اي بي او انتيجين. ولكن الكلام ده عيب، عيب خالص، لان الفكره ان الاي والاو هم اهم بلاد جروبس. خدتوا الكلام ده؟ ما تعرفوش ان ايه اشهر بلاد جروب في الناس اللي هم الكوكيزيان؟ الكوكيزيان او نون كوكيزيان ايه؟ خدتوا البلاد جروب في الفيزيولوجي؟ تعرفوا ان في حاجه اسمها بلاد جروب؟ وخدتوا الكومنست؟ ما خدتوش بلاد جروبس؟ يلا مش مهم، مش مهم. انتوا لا انتوا اطباء هتقلكم دعوه بالدم ولا بالكلام ده خالص، ولا عندكم هيماتولوجي ولا الحاجات دي خالص، ما عندكوش. الانسان بيحط جوه برسيم. المهم ايه كمان بعد الايديولوجي باثولوجي سايت؟ اما نحب نالف السايت في اي سرطان بنسال نفسينا كام سؤال؟ سؤالين. واحد، بتوع الاناتومي قسموه لايه؟ وايه اكتر حته عرضه للريديشن؟ يا بخت من علمنا اصطاد ولا اداني سمكه. بتوع الاناتومي قسموا الاستومك ليه؟ سبحان الله، فندس وبودي وبايلورس، صح كده؟ حلو. مين اكتر حته عرضه للريديشن؟ اكتر حته البايلورس. مين في البايلورس؟ الانترا. لو كانت اكله مشطشطه وسموك وصغيره تيجي في البايلورس. اكله متوسطه بايلورس وبودي، دبتها خالص بايلورس وبودي وفندس. يبقى اكتر حته للريديشن بايلورس. فين؟ عند مدخله في البايلوريك انترا. فين بالظبط؟ عند الليسر كيرفيتشر.
لان البايلوريك انترم ليسر كيرفيتشر او فوق عند الكارديا. تعرف الكارديا بدايه الاستومك عند ليسر كيرفيتشر. اشهر حته بايلوس فين؟ في الانترم، فين؟ في الليسر كيرفيتشر او عند منطقه الكارديا. This is the commonest. لكن بعد كده في البودي في الفندس less common. بعد السايت كروس ده سرطان كارسينوما سير. ياخد كم شكل من الاشكال؟ ثلاثة. أول شكل بيبقى بهذا المنظر. لا ده المنظر الثاني. أول منظر بنسميه أوريبوي فانجيت كاوليفلاور هيموراجيك نكروتيك فرايبل ماس ويز فروت بيس. ثاني منظر ده مالجنانت ارثر ريزد ايفيرتد راف نكروتيك انديوريتد للاذكياء فقط. بيبقى حجم المالجنانت ارثر اكبر من 5 سم. مش مكتوب. بتوع المناظير بيعتمدوا على السايز في الارثرز بتاع الاستومك. لو لقاها 1 سم او اقل اكيوت ولازم تبقى مالتي. لو لقاها حضرتك من 2 لحد 3 5 تبقى مش 5 قبل 5 دي تبقى بيبتك. لو لقاها فوق ال 5 مالجنا. والقاعده دي صح 100% مفيهاش تهريج. ايه كمان؟ اخر شكل انفلتريت. الانفلتريت في كارسينوما اوف الاستومك بيرجعوا يقسموها لنوعين، لا اما الديب انفلتريت. لا اما ايه؟ يعني ايه ديب انفلتريت؟ يعني المالجنانت سيلز كلها بتخش في الوول، ادي كارسينوما طالعه من الميكوز لحد ما توصل للماسكلوز. دي معناها دي الديب انفلتريتف. بيرجعوا يقسموها لنوعين، لا اما الحته اللي حصل فيها الديب انفيجن ده لوكالايزد. واشهر حته عرضه للريديشن بيحصل فيها يمين بايلورس البايلوريك انترم. فبالتالي اما التيومر ديب انفلتريت ويجي في البايلورس، البايلورس وول هيدخل ولا يرفع؟ هيدخل. فاليومن يديب وتلاقي الاستومك بروكسيمال لوك حصل لها ادابتيف هايبرتروفي. بس هنا مفيش ولا ماس ولا ألسر. فدي سموها لوكالايز انفلتريتيف جاستريك كارسينوما. لان النوع الثاني وده اللي بيساله لكم في الامتحان الجاي وعندكم منه جار. النوع الثاني بيبقى بهذا المنظر. بيسموه ديفيوز انفلتريتيف جاستريك كارسينوما. يعني ايه ديفيوز؟ كل حته من الاستومك المالجنانت سيلز بتمشي في الوول وتوصل لحد الماسكلوز. يعني الوول يبقى ثيك ولا ثين؟ ثيك. الكافيتي تبقى وايدند ولا نارود؟ فراحوا مسميينها زمان والاسم ده عليه لاينيتس بلاستيك. لاينيتس بلاستيك ده عالم انجليزي ولا الماني؟ مش عارف. امال يعني ايه لاينيتس؟ لاينيتس يعني بوتل اربه. بلاستيكا الجلد. زمان هل كان في ازايز بيشربوا او كوبايات يشربوا بيها السوائل والميه؟ امال كانوا بيشربوا الميه ازاي؟ كانوا بيشربوها في القربة. ايه القربة دي يا حبيبي؟ الجلد لا مش الجلد، القربة بتاعت الخض هي جلد المعزه. لكن القربة اللي بيشربوا فيها ده معدة الحيوانات. كانوا يمسكوا المعدة ويحشوها ملح ويسيبوها في الشمس. فالولو يدخن واليومن يديب. فالراجل لما شاف الولو تخين ديفيوز في كل استومك واليومن ضيق، المنظر ده شبهته بالقربة الجلد اللي بيشرب فيها. فراح مسميها لاينيتس بلاستيك. كلمة لاينيتس بلاستيك معناها ديفيوز انفلتريتيف جاستريك كارسينوما. حضراتكم لاينيتس بلاستيك من اوسخ السرطانات. ليه؟ هل في تيومر جوه الاستومك؟ نو. يعني هل هو في حاجة بارزة؟ فمفيش اوبستراكشن. في ألسر؟ مفيش ألسر. المشكلة كلها إن هو الديب انفلتريتيف. أول أعراض بيروح بقى ويدس في كل حتة. فعشان كده ده من اللي بيعتبروه أوكال كارسينوما. يعني أول الأعراض إن يبعت لك ميتاستس. لأن هو ديب انفلتريتيف. في نوع تاني بيسموه سوبرفيشال سبريدنج جاستريك كارسينوما. انفلتريتيف ولكن سوبرفيشال سبريدنج. يعني إيه سوبرفيشال سبريدنج؟
يعني المالجنان سيلز ماشيه في الميكوزا والسبميكوزا ما وصلتش للسبميكوزا ما وصلتش للماسكلوزا وده حضرتك احسن نوع في احسن نوع بعيد عن الماسكلوزا بعيد عن البلاد ميتاستس احسن نوع جروسلي وتحت الميكروسكوب هو السوبرفيشال سبريد لان المالجنان سيلز بتمشي في السوبرفيشال لير بتاع الاستومك الميكوزا والسبميكوزا تعرفوا الانيتس بلاستيكا؟ الانيتس بلاستيكا اسمها الثاني ديفيوز انفلتريتيف جاستريك كارسينوم. حضراتكم بعد الجراس على الميكروسكوب اما نحب نقلب الميكروسكوب في اي سرطان بنسال نفسنا كم سؤال؟ سؤال واحد ايه نوع الابيثيليوم بتاع الاستومك؟ كولامنر. ما الكولامنر ده يطلع منه ايه؟ يطلع منه الكارسينومز of glandular origin. خدوها في الترم الاولاني؟ ايه الكارسينوم of glandular origin؟ لو الكولامنر سيلز رتبت نفسها على شكل اسيناي سموها ادينو كارسينوم. طيب لو طلعت ميوسين اكسترا سيلر ميوكويد كارسينوم ميوسين انترا سيلر سيجنترين كارسينوم ولا رتبت نفسها على شكل اسيناي ولا طلعت ميوسين undifferentiated carcinoma carcinoma simplex spheroidal cell carcinoma دي اللي خدناها فحضراتكم في الجي اي تي من اول استومك لحد ما نخلص اما حد يجي يقول لك ايه الميكروسكوبيك بيكتشر بتاع سرطان القولون اللي لسه هنجمه ايه نوع الابيثيليا بتاع الكول؟ كولام يبقى يطلع منه الادينو والميوكوي والسيجنترين و الاندفرانشيت حضرتك مين اوحش واحد؟ لان فرانشيت ولكن السيجنت والميسين سكريتنج بيبقى له رابيد سبريد عشان الهايجروسكوبك اكشن. اللي قدامكم دي سيجنت رين كارسينوما في الاستومك سيجنت رين الاحسن الادينو ولا السيجنت؟ الادينو يعني الادينو الخلايا بتضيع الوقت في الترتيب. مين احسن اند فرانشيت ولا السيجنت بيحس الدفرانشيشن؟ سيجنت احسن لان هي بتبدا تسكريت بتقلد الاصل. This is the carcinoma of the stomach microscopic. بعد كده السبريد، السبريد في اي سرطان يبقى ايه؟ يلا يا جدعان. دايركت. الدايركت تروح لمين؟ للنير باي اورجن. طب حضرتك تكتب كده بس اكيد تعرفوا مين اللي جنب الاستومك يعني. الاستومك كده. على ناحيه السبلين، على ناحيه ليفر، ورا بنكرياس، فوق اسوفيجاس، تحت الديدينم. وبعد ما تكتب له شويه كده تحط له نقط نقط اتسترا ليه ما عندكش وقت. ايه كمان؟ بعد الدايركت ليمفاتيك. الليمفاتيك في اي كارسينوما بيبقى ايرلي ولا ليه؟ ايرلي ويروح للريجنال ليمف نود. بس المفروض تعرفوا مين هم الريجنال ليمف نود. في البطن ابر بطن بيبقى للسيلياك، تعرف السيلياك؟ والسيلياك تودي الى بارا اورتكس، استنر كايلايس، راسك داك، ليفت سوبرا كلام. اللي ما يعرفش الكلام ده اوريجينال ليمف نود ويكتب لي ام واحده السيليك. تعرفوا اوريجينال ليمف نود؟ طب نلخصه الهيدا نيك كارسينوما يبعته فين؟ سيرفايكال والتشيست سرطان يبعت فين؟ ميدياستاينال هايلا الابر ابدومن السيليك برا اور اللور ابدومن والبلبس ايلياك برا اور ما يجيش انجوينال. الانجوينال ده من اللور ليم حضرتك بيبعت ايلياك بارا اور. ده ملخص الليمفاتيك اللي انتوا ما تعرفوش. بعد الليمفاتيك سبريد البلاد، البلاد بقى كارسينوما ايرلي ولا ليه؟ ليت ويبعت لليبلي الال ولا ليل؟ عارفين يعني ايه ال ولا ليل؟ ابدا بليبر ولا ابدا بلانج؟ ليه ابدا بليبر؟ خلاص انا من دلوقتي بشتغل بورد فانا اتوقع لو واحده ست واحد عنده سرطان في المعده يبقى حضرتك اول اورجن اعمل عليه سونار هو الليفر لان ده بورد. اذر الاذر روت اوف ديستنس سبريد هنا خلي بالكم احنا دخلنا في البريتينيوم ترانس سيلوميك سبريد ترانس بريتينيال سبريد اللي بيعمل ثلاث حاجات. واحد بريتينيال نديول، اثنين هيموراجيك اسايتس، ثلاثه كروكنبرج تيومر. تعرف كروكنبرج؟ ينفع راجل يجي له كروكنبرج تيومر؟ اه ينفع؟
يعني يجيله مناس في الأوبرك؟ يا نهار اسمه نايل سفخس على اللي علمك بصوش كروكنبرج تيومر يجي في الرجالة؟ كروكنبرج تيومر هو ميتاستاسيس بالأوبرك وفيري رير الرجاله يبقى عندهم اوفر. كانوا زمان بيفكروا ان بيمشي مع السيلوميك كافيتي، ولكن تقدم العلم وعرفنا ان هو ريتروجريد ليمفاتيك. خدتوا الكلام ده؟ This is the Krokenberg tumor. Complication. اي سرطان يهدم حياه الانسان، فالكومبليكيشن في اي كارسينوما من 63 اللي هيمر علينا مجموعه في كلمه اسمها هدم زي الدوس اوف بانش. وعشان دي بتجيلكوا كيس الهدم الاتش هيمورج، الهيمورج هنا هتسميه هيماتامسيس وميلينا، الاي الانفكشن واي هول اورجن، عشان انفكشن بتحط بداله اوبستراكشن، لان لو جت في البايلوريس لوكالايز هتعمل بايلوريك اوبستراكشن، واللوس اوف فانكشن اما الميكوزا تبقى ديسترويد، اهم خليه في الميكوزا البارايتال سيل، فبالتالي مش هيطلع ال HCL فمش هيعرف يمتص الحديد فيجيله مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. وكمان البارايتال سيل اللي بتطلع الانترنسيك فاكتور، المهم الامتصاص الاكسترنسيك فاكتور اللي هو B12 فيجيله ماكروسيتيك انيميا. عشان كده العيانين بتوع الكرونيك جاسترايتس او العيانين بتوع الجاستريك كارسينوم بيبقى عندهم ميكسد مايكرو اند ماكرو سيتيك انيم. العيانين دول بيبقى عندهم ميكسد انيم، الار بي سيز كميه الهيموجلوبين قليله وبعضها صغير وبعضها كبير، ميكسد مايكرو اند ماكرو سيتيك انيم، لان هنا بتبوظ البارايتال سيل فما بيطلعش الاتش سي ال ولا الانترنسيك فاكتور، وطبعا بيبقى عندهم هايبو اسيدي. كان مين اشهر واحد عنده هايبو اسيدي؟ بس مش بسبب الجاستريك كارسينوم، بسبب الالكحول كرونيك جاسترايتس. راسبوتين، سمعت عن راسبوتين؟ راسبوتين ده كان مشعوذ روسي قدر يوصل قيصر روسيا، ابنه كان عنده هيموفيليا لان ابن على 7 بنات ووصل لمرات القيصر وبدا يدجل عليها ويشعوذ ورفعته المكانة عظيمة جدا وبدأت تقلها دفع الوزراء والعلماء في روسيا، فقرر العلماء والوزراء في روسيا ان هم يتخلصوا من هذا المشعوذ راسبوتين. فعملوا له ايه؟ كان بيحب هو البسبوسة، بسبوسة روسي ايه مشكلة، جابوا له تعرفيله بسبوسة وحطوا له فيها اعظم سم في هذا العصر الا وهو سيانايد اللي دلوقتي عندنا بيصطادوا بيه السمك، حطوا فيه السيانايد. فراح راسبوتين لاهض البسبوسه، مفروض ان واحد ياخد سيانايد بيموت within seconds، ولكن لاهض البسبوسه وقال لهم عاوز كمان. السيانايد عشان يموت لازم يبقى in the form of سيانور جاز، السيانور عشان يجي بالسيانايد عاوز HCL، وهو كان خمورجي فعنده اتروفيك جاسترايتس فما عندوش HCL، فالناس عبدوه، راسبوتين اتعبد في روسيا. ولكن ما تخافوش، كلها ب4 سنين قامت الثورة الحمراء الشيوعية، وأول حاجة قتلت راسبوتين ورميته في نهر الفولجا. راسبوتين الهايبو أسيديتي هي اللي أنقذته من الموت، ودي مش معجزة ولا ليلة، ده لأنه كان خمورجي جزمة. فاهمين؟ راسبوتين. أوكي. في الـ MCQ جاستريك كارسينوما أو كرونيك جاسترايتس تعمل مايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا ولا تعمل ماكروسيتيك أنيميا ولا تعمل بوث ولا تعمل نايدر؟ والإجابة بوث، لأن طبعا لو لقيتوا حاجة بوث ونايدر تختاروا بوث على طول. فاهمين أنتوا؟ الامتحان اللي هيجيلكوا ده هيبقى 4 اختيارات، فلو حد استخدم بوث ونايتر اختاروا بوث. بصوا مش فاهمين حاجه كده خالص. اوكي. ايه كمان؟ في حاجه اسمها لينفوما اوف ذا ستومك، اكتبوا عليها في قراءه ولا تقرا.
بسرعه ولا طب. الليمفوما تيجي في اي حته، ولكن الليمفوما اوف ذا ستومك نوعين. انا بكلم نفسي محدش ركز، لان ممكن تبقى ملطومه. الملطومه اختصار ميوكوزال ليمفويد تيشو اسوشيتد ليمفوما، ودي بتبقى اندلنت يعني سلولي جرون سمول بي سيل ليمفوما. والله بكلم نفسي، لان ممكن الليمفوما في الاستومك تبقى لارج بي سيل ليمفوما، ودي بتبقى اجريسيف. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مقولش حاجه، اتكلم نفسي. الليمفوما تطلع في الاستومك؟ اه تطلع، لان حضراتكم احنا هنتكلم على الليمفوما هوتشكن اللي انا عمال اقولها، المالت واللارج بي سيل والكلام ده، ده نان هوتشكن، واحنا اوريدي هندي لكم عنوان بس، فبالتالي اتس نوت يور سكوب. ايه كمان؟ ولكن في حته مهمه. تقدر تقول لي تو مالجنت تيومر اسوشيتد ب اتش بايلوراي انفكشن؟ الجسر الكارسينوما والجسر الليمفوما. هو هنا كتب الليمفوما لان هي اسوشيتد بالاتش بايلوراي، ونسي يكتب ان هي اسوشيتد بالاتش بايلوراي. الجسر الليمفوما والجسر الكارسينوما اسوشيتد بالاتش بايلوراي. ايه كمان؟ نخش على الديزيزز اوف ذا انتستنت، وهنبدا بالانفلاميشن. ومحتاج بس اراجع بسرعه الاناتومي بتاع الانتستنت. الانتستنت في سمول انتستنت ولارج انتستنت، يعني مشكله لحد دلوقتي. السمول انتستنت يقسموها لايه؟ الديدينم والجوجينم والايليا، صح كده؟ واللارج انتستنت اللي هي القولون، عارفينه ده؟ اللي هو السيكم والاسيتنج والترانسفيرس والديسيندنج والسيمويد والريكتم، وبنختلف مع بتوع الجراحه. بتوع الجراحه بيقولوا ان القولون هو القولون ما عدا الريكتم، مش مهم. حضراتكم ايه نوع الابيثيليوم؟ كولوم. ولكن عاوز حاجه في الاناتومي تهمني. الليمفويد تيشو اللي موجود في السمول انتستين بنسميه بيرز باتشز، سمعتوا على ودي اوفال بالطول. يعني لو فتحت الانتستينيه اهي هلاقي البيرز باتشز كده، حاجه اوفال بالطول ماشيه مع الاكسس بتاع السمول انتست. والليمفويد فوليك اللي موجوده في اللارج انتست بنسميها بيرز باتشز كومبلكس، بنسميها سوليداري فوليك. سوليداري فوليك. والسمول انتست الميوكوزا بتاعتها بتعمل في اللار عشان تزود السيرفيس اريا في ابزوربشن، لكن الميوكوزا في اللارج انتست بتعمل كريبتس عكس الفيلار. ليه؟ عشان تابزورب الووتر، لان هيمشي عليها الفيكال ماتيريال، فالميه هتنزل في هذه الكريبت فبالتالي تمتص. خدتوا الكلام ده؟ ما خدتوش؟ مش مهم. هنبدا بالانفلاميشن اوف سمول انتستين، واول واحد اكتبوا عليه كاتيجوري بي وجار، لان حضراتكم ده شغل مايكرو بس احنا عاوزين فيه الانتستاينال ليجن هنسالكم فيها في الامتحان، وعندكم جار. مرض اسمه التايفويد. التايفويد انديميك عندنا في مصر، موجود ما بيعملش اي حاجه. المصريين ياكلوا تايفويد بس اللايف، وتنزل عندهم تايفويد بس اللايف ولا الهوا. وليه ما نعرفش؟ ليه ما نعرفش؟ وعشان كده مش موضوع مهم عندنا. خلي واحد مش مصري ينزل مصر، او مصري كان مسافر وينزل مصر يتبهدل. لو حد فيكم كان مسافر ورجع مصر يلاقي اول اسبوع لاسبوعين بطنه عماله تكركب واسهال ونغص، ده حاجه بسيطه، تايفويد والكوليرا والحاجات دي كلها. لو عاش في معظم الاحيان هتبقى زي الفل. التايفويد، التايفويد كاتيجري بي جار ميلي. التايفويد ليترالي، ليه سموا تايفويد تايفويد؟ لانه شبيه التايفس. فما هو التايفس؟ تايفس يعني حمى الخنادق.
حمى الخنادق اللي هو ترانش فيفا اللي هو حضركم بيطلع راش بيبقى فيه راش أمل بيقرص وإن البكتيريا بيعمل حاجة اسمها حمى الخنادق اكتشف بعده فسموه تايفويد شبيه التايفوس التايفويد بالعربي بيسموه التايفويد وهذه ترجمة موسيقية التايفويد هو systemic infective disease caused by في أورجانيزم اسمه طيفي حاجة سالمونيلا طيف اسمها سالمونيلا مش سالمونيلا اسمها انتوا خدتوه في المايكرو اكيد يعني هو infective systemic infective disease caused by سالمونيلا طيف بتيوش ركزوا بقى معي احنا هيهمنا في التايفويد هنا في الباثولوجي الانتستاينال ليجن لكن هو سيستميك يعني سيستميك بيضرب الجسم كله حضراتكم سبب التايفويد انجيشن اوف ذا فود كونتامينيتد ويذ سالمونيلا طيب ايه اشهر بقى فود بينيلو على فكره ده الشعار الدولي للتايفويد بيسموه البلاك هاند الايد القذره لان هم خمسه بريدسبوزنج فاكتور مش عارفين اي دوله فيها تايفويد عرة على طول اشهر اكله في الدنيا للتايفويد اللي قدامكم ده البط مش مكتوب عندكم مش معنى البط البط طائر خطير بياكل الفيسز بتاعت نفسه بتاع البني ادمين فبالتالي بيبقى البكتيريا موجوده فيه وفي البيض بتاعه عشان كده اكتر دولتين في العالم فيهم تايفويد مصر والصين ولكن اغلى وجبه في فرنسا البط بس هل البط بيعمل تايفويد في فرنسا؟ لا طبعا ده بط فرنساوي يلا حط بالشامبو واخد عليه هياكل فيسز امال هو هياكل فيسز هناكل ايه؟ التايفويد سبب انجشن اوف ذا فود كونتامينيتد وذ سالمونيلا تايفس حضراتكم بقى ركزوا في الباثوجينيسيس عشان اوصل لكم الانستاينال ليجن وانس ان انا اكلت التايفويد بس اللايف الحركه في الاسوبيك السريعه مش هيحصل حاجه في الاستومك فيه اسيد مش هتحصل حاجه هيجي يخش في السمول انتستين حركه سريعه ما عدا اخر حته فيها اخر حته بيبقى فيه تير من الايليا صح كده بيبقى فيه الايليو سيكال بال تعرفوه قافل فبالتالي هيبقى ماشي في اليوم للتايفويد بس اللايف تيجي الماكروفيج تاخده من اليوم شوف بكتيريا عره كده عصويه تروح داخله الماكروفيج واخدها من اليوم ومدخلاها لبيتها مين البيت بتاع المناعة هو السمول انتستين الفير سباكس الفير سباكس في ناس قالوا في اللارج هو ما بيجيش في اللارج هو يجي سمول لكن لو في اللارج هيبقى سوليتري فولت وبعد ما يخش هو طبعا بتظهر هذه الاعراض بعد اسبوعين الكميشن بيرد بتبقى اب تو 2 ويكس والديوريشن كلها بتبقى 5 ويكس حضراتكم بعد ما تاخدها تروح للفير سباكس يبدا يحصل معركه في البير سباتشز بتنتهي بضرب البير سباتشز وبعد ما تضرب البير سباتشز تروح هذه البكتيريا راجعه بالليمفاتيك للدم دلوقتي البكتيريا اللي راجعه دي بكتيريا عره بكتيريا عره في الدم بنسميها تايفويد بكتيريا وكده تبقى دخلت عرين الاسد دخلت الدم وفي الدم فيه الريديكلو اندوثيليال سيستم اللي في الليبر والسبلين والبومار تشوفها بكتيريا عره تحاول تضربها في معظم الاحيان بتنتهي بضرب الريديكلو اندوثيليال بس هنا الخلايا البكتيريا تكاثرت وبدا يطلع اندوتوكسين فبالتالي اما ترجع مره ثانيه في الدم هتعمل سيبسي خلي بالكم في الانفكشن في الانكيوبيشن بيريد البكتيريميا ذن سيبسي وده مش مهم قوي المهم عندنا الاتي نمبر 1 التيشو رياكشن في اي اورجان في تايفويد التايفويد از اكيوت ولكن التيشو رياكشن بيبقى ميل نيوتروفيل وماكروفيج ولا ماكروفيج وذاوت نيوتروفيل ماكروفيج وذاوت نيوتروفيل تعرفوا ليه لانها بس اللايف ولانه توكسين بيعمل ديبريشن اوف ذا بون مارك عشان كده عشان اكس كيوب ودي قلناها في الانفليميشن في الجنرال التيشو رياكشن للتايفويد بيتميز بيه مونوسايت ماكروفيج ركزوا في اللي جاي بقى حضراتكم الباثولوجي
اللي يهمنا في الباثولوجي الانتستاينال ليجن عشان الجار اللي عندكم اللي بينزل كل ساعه وهتتسالوا فيه. حضراتكم في الاسبوع الاولاني ايه اكتر حته يجي فيها تايفويد؟ الترمينال ايليوم. وانا فسرت لكم ليه. الاسبوع الاولاني بيسموه the week of swelling. الوقت مش التايفويد بس اللاي جت الماكروفيج خدتها وديتها البيرس باتشز، يبقى معناها البيرس باتشز بقت اكيوتلي انفليمد. البيرس باتشز دي موجوده في الصم ميكوز، فتبدا البيرس باتشز تبقى هايبريميك وسولن ويدمس، تبدا تورم. فسموا هذا الاسبوع اسبوع اوف سويلنج. في الاسبوع الثاني ركزوا كلكم من ايديا، ادي الميكوز اهي والبيرس باتشز كبرت، خلي المنظر زائد الميكوزا فايها، يبقى البلاد سبلاي اللي جاي لهذه الميكوزا هيزيد ولا هيقل؟ هيقل. فبالتالي الاسبوع الثاني بيسموه the week of necrosis، لان بتبدا الحتت البعيده عن البلاد سبلاي من الميكوزا يحصل لها necrosis. الاسبوع الثالث وده اللي يهمني the week of ulcer، لانها طوق فهتسيب لنا ألسرز. ركزوا بقى معايا في الاسبوع الثالث دي ويك اوف ألسر. هذه الألسر اللي هي فوق السوولن بايرز باتش، عارف الميكانيزم في ألسر هنا، هذه الألسر بتبقى سنجل ولا مطر؟ عندكم جار وده الكومنت بتاعك، بتبقى سنجل ولا مطر؟ ليه مطر؟ عندنا بير باتشاية واحدة بيرز باتش. هذه الألسرز بتاخد شكل البيرس باتشز، عشان كده بتبقى اوفر بالطول ولا اوفر بالعرض؟ اوفر بالطول، وبالك بتحزن لان البيرس باتشز اوفر بالطول، لان احنا خدنا في الترم الاولاني وعندكم جار بيبقى فيه الألسر اوفر بالعرض لانها ديزيز اوف ليمفاتكس، لان الليمفاتك بتفتح في البيرس باتشز بالعرض، بيسموها جيرد الألسر، هي سكندري انتستاينال تيبركلوزس. خلي بالكم عندكم جارين، احنا بنفتح التايفويد عشان الانتستاينال ليجن، لو لقيت ألسر بالطول تايفويد، بالعرض سكندري انتستاينال تيبركلوزس. الكلمه اللي بعدها ميوكوزا ان بتوين ذا ألسر، هيلثي ولا ان هيلثي؟ الحتت اللي ما اترفعتش بالبيرس باتش فيها حاجه كومبليتلي نورمال. النقطه الثانيه هذه الالسر مش البيرس باتش زائد الميكوزا لفوق، فالحته دي ماتت اللي هي ابعد ما يكون على البلاد سبلاي. هذه الالسر الايدج بتاعتها على السيرفيس ولا ريزد؟ ريزد، ولكن ريزد اندر مايند، بتاخد شكل بيرس باتش اندر باي، واخده صفه من المالجنت، واخده صفه من التي بي. هذه الالسر عيد تاني سنجل ولا مالتا؟ بول مالتا، ده كومنت جار وبيجي لك سؤال ممكن ريتد الانتستاينال الالسر سنجل ولا مالتا؟ بول مالتا. هذه الالسر عشان سؤال ذكاء سوبرفيشال ولا دي؟ فيري سوبرفيشال، لان الميكوزا اتسقت لفوق خالص. هذه الالسر الايدج بتاعتها بتبقى ريز اندر ماين عشان البلاد سبلاي، عشان هي اتزقت لفوق ابعد حته على البلاد سبلاي. هذه الالسر بتبقى اوفر بالطول ولا بالعرض؟ يعني اللي بتدنا الاكسس بارلل اللي بتدنا الاكسس اوف ذا سمول انتستين. هذه الالسر الميكوزا ان بتوين هيلثي ولا ان هيلثي؟ كومبليتلي هيلثي. This is the typhoid ulcer. ودي بتحصل في الاسبوع الثالث. حضراتكم للاذكياء فقط، هذه الالسر لو العيان عاش، هذه الالسر تهيل باي مينيمال سكار ولا ماركت سكار؟ مينيمال سكار ولا ماركت سكار؟ ليه مينيمال؟ لانها سوبرفيشال. مشكله التايفويد انه بيفستل يتخرب، لكن مش مشكلته ان هو يهيل باي فايبروز، لانها سوبرفيشال. اللي بعده طبعا في الاسبوع الرابع والخامس ده بيبقى اسبوع الكومبليكيشن،
لان بتبدا هذه البكتيريا بسموم رهيبه تعمل اندوتوكسيميا. الاندوتوكسيميا هي المسؤوله عن الاكسترا انستاينال مانيفيستيشن اللي هي من علامات التوكسيميا اللي خدناها قبل كده. يحصل له اكيوت سبلينيك سويلنج سبسيميا، يبدا يحصل له ادرينال هيموريد ونكروزس، يبدا يحصل له ثرومبوفليبايتس، يحصل له ارترايتس، اي حاجه. ولكن في الام سي كيو التايفويد في ناس ومعظم المصريين بتخش عندهم ما تعملهمش حاجه وتبدا تروح الدم في حته بتفضلها الجول بلادر، فتعمل لنا تايفويد كوليسيستايتس. وهنا العيانين بيبقوا كارير. تعرف يعني كارير؟ عشان كده اي انسان يجي يفتح مطعم في الشهاده الصحيه نعمل له ستول اناليس، لو لقينا التايفويد بس اللي عنده ما نديلوش الشهاده، لازم نعالجه الاول لان هو بيبقى كارير. فبالتالي لما يجي يعمل اكل ويروح حاطط عليه الفيسز يجيب العيانين دول تايفويد. خدتوا الكلام ده في المايكرو ولا ما خدتوش؟ اللي يهمني في التايفويد هي الانستاينال ليجن، لان التايفويد ألسر ده اللي اكتشف التايفويد بيسموه تايفويد لان بعد الاسبوع الخامس بيبدا يظهر راش بسبب الاندوتوكسين، فبيبقى عندهم راش. احنا ما بيجيناش الكلام ده خالص، احنا عندنا التايفويد في الجول بلادر وفي الاسطول ولا اي حاجه. حضراتكم ايه الكومبليكيشن؟ التايفويد ألسر كومبليكيشن. ايه ده؟ هو التايفويد العنوان فيه كلمه ألسر؟ لا. طب في الباثولوجي شرحنا ألسر؟ طبعا التايفويد ألسر عشان الجار. يبقى ايه الكومبليكيشن؟ فوق الألسر ستاينال هيمر، تحت الألسر بيرفوريش، ودي اخر كومبليكيشن. على مستوى الألسر مش كومن. ليه مش كومن؟ لانها سوبرفيشال. وكل الحاجات التانية دي كلها توكسيميك وسبسيميك مانيفستيشن، اللي هي الاكيوت سبلينيك سويلنج والجول بلادر والايرايتس والعرق، كل ده بيموتوا منه ولكن ده سيستميك مش بسبب الانتستين. التايفويد اللي عاوزه فيها هو حته الباثوجينيسيس والانستاينال ليجن، لان احنا عندنا جار تايفويد. تايفويد هل بيتعالج سيرجيكال؟ نو. التايفويد بيتعالج بانتي بايوتيك. هو التايفويد بحرف الايه؟ الدين. تديله سي. تعرف سي؟ كلورا من فينيكول وحديثا سيبروفلوكساسين. امال الكوليرا؟ بالسي. تدوها دي. دي تتراسايكلين. حضراتكم احنا بندرسكم التايفويد عشان الجار، بلس ان في الابنسايتس ممكن يبقى مستيكن مع الابنسايتس، وانا قلت لكم الكلام ده لان التايفويد بيجي في الترمن الايليوم والابنسايتس في الابنسايتس. لو جينا عملنا ماكفيرنبول يطلع بوستيف ولا مش بوستيف؟ فلازم نعمل له تي ال سي. لو لقينا الليكوبينيا وذ ريلاتيف مونوسايتوزس يبقى تايفويد، نروح مديله على طول سيبروفلوكساسين. لكن لو لقيناه ليوكوسايتوزس وميلي نيوتروفيل يبقى ابنسايتس، يبقى حلال الله اكبر. فاكرين الكلام ده؟ اوكي. ناخد الجد بقى. في حاجه اسمها ديزنتري، وده الموضوع الثاني جد النهارده. ديزنتري العرب بيسموها ترجمه مصريه الديزنتري، ولكن ديزنتري معناها صعوبه التبرد. لو ترجمتها ترجمه حرفيه، الديزنتري حرفيا هو صعوبه التبرد. الديزنتري ولكن يترجم بالعربيه الديزنتري. يسمى الديزنتري باللغه العربيه الفصحى الزحام. الزحام مش عايز اقول لهم الكلمه دي عشان ما يزعلوش. كان ليه واحد صاحبي سوري عشان ما انت عارف، كنت انا وهو بنذاكر مع بعض بسرعه، فانا قلت له اعلمك الكلمات بالانجليزي وانت تعلمها لي بالعربي. ويا ريتني ما قلت له كده. الزحام. الديزنتري ركزوا معايا، الديزنتري ده مهم قوي، عندكم جارات ويجي كيس وكل حاجه. الديزنتري definition هو inflammation of large intestine في الكوري. ادوا معايا. لو في organ inflamed يعرف يشتغل؟ لا. وايه الوظيفه الاساسيه لل large intestine؟ absorption of excess water.
فبالتالي هينزل البراز فيه ووتر كتير. براز فيه ووتر كتير ده اسمه ايه؟ داري. يبقى ديزنتري انفلاميشن اوف لارج انتست كاركترايز باي داري ده واحد. واي اورجان اكيوتلي انفلام مش بقى فيه انفلامات ريديمه بين الخلايا، فدي هتستريتش الميكانو ريسبتور في الريكتم وفي السيجمون، فالعيان هيبقى عنده ديزاير تو ديفيكيت، يخش الحمام يديفيكيت او مش يديفيكيت ويخرج. هل الديزاير هتروح؟ لان دي ستريتش ما بين الخلايا بالإديمة. حتى عندنا في المسح يقول لك دخول الحمام مش زي خروجه. الا العيان ده دخول الحمام زي خروجه، وهيقعد يعاني، وهذه المعاناة تسمى تينيزمس. كلمة تينيزمس بيسموها بالعربي التعنيع، والتينيزمس هي إعادة الكرة false desire to defecate. حضراتكم ليه بيبقى عندهم تينيزمس؟ inflammation of large intestine. حضراتكم لحد الوقت الديزنتري هي inflammation of large intestine characterized by diarrhea. وصلت ليه؟ تينيزمس passage of mucus and blood in stomach. أسباب الديزنتري A و B، أميبك وباسيلاري. لأن كان أشهر ديزنتري بتجيلنا زمان في مصر هي البلهارزل ديزنتري، بس دي اللي قلناها في الترم اللي فات. البلهارزل ديزنتري complication للإنستاينال بلهارزيس، ولكن اللي هناخدهم الأميبك والباسيلاري، لان الديزنتري اكتبوا عليها كاتيجوري ايه؟ نظري وجار وكيس وكلاس ايه نجزاء. الاميبك ديزنتري والباسيلاري ديزنتري. وهتلاقوا عندكم جدول عره هلخصه لكم في كلمتين. الاميبك ديزنتري، الاميبا زي كتير من البشر كل مهمتهم في الحياه ياكلوا ويتكاثروا. في كتير من البشر مهمتهم في الحياة الأكل والتكاثر. أما الشيجيلا في الباسيلاري ديزنتري فهي بتطلع إكزوتوكس. ولا فاهمين أي حاجة. أميبيك ديزنتري باسيلاري ديزنتري. نبدأ إيتيولوجي. إيه السبب الأميبيك ديزنتري؟ إنجيشن أوف ذا فود كونتامينيتد ويز إنتاميبا هيستوليتيكا سيست. عارفينها دي؟ إيه أكتر أكل ينقل لنا الإنتاميبا هيستوليتيكا سيست؟ الفريش فيجيتابل بالذات في الايام دي، لان احنا عندنا في مصر مزارع المجاري. تعرف كده؟ بيشيلوا بالمجاري المواد الصلبه وبالتالي بيدوا فيها البيسز دي بتستخدم كفرتلايزر، فتلاقي فيها اميبا. دلوقتي لو تيجي تاكل الخيار تحس فيه طعم الفلفل كده، لو بغض النظر ممكن تلاقي حته الفلفل هي لازم عادي خالص. في مشروع قومي دلوقتي عشان احنا مش مهم خالص. هنبدا عشان نكمل بس. الاميبا هي انجشن اوف ذا فود كونتامينيتد ويز انتاميبا هيستوليتيكا سيست. ركزوا معايا. هذه البكتيريا هذه الاميبا سيست تيجي اللي انا هقوله ده مش في المصريين خالص. تيجي الاسيدك على الاستومك تمنعها تعمل حاجه. Once ان دخلت في السمول انتستين الالكالينيتي تخليها تهاتش. تعرف ايه تهاتش؟ تهاتش تتحول لحاجه اسمها البور بشديد البور. ولما تيجي عند اللارج انتستين الفيكال ماتيريال تستيمولت اللي تتحول للانفكتيف بور الايد بشديد البور. دلوقتي بقت الاميبا هتنزل عشان تاكل. بيحصل الكلام ده فين؟ لارج انتستين فقط. ليه؟ عشان فيها فيس. اما هذه الاميبا ركزوا في اللي جاي، هل هي بتطلع سموم؟ نو. هل هي بتعمل نيكروزس؟ نو. كل مهمتها في الحياه تاكل وتتكاثر. باثولوجي نشرح الاول اميبا. لو جينا في العيانين اللي عندهم اميبيك ديزنتري سايت بيجي فين؟ اي ديزنتري بيجي فين؟ حضراتكم انا دلوقتي عندي الميوكوزا اوف لارج انتستين وجت الاميبا وقفت، هتقف اميبايه ولا على الاقل 8؟ 8. كل اميبايه هتاكل حته من الميوكوزا وتتكاثر، فهتاكل حته والواحده هيبقوا 2 والاثنين هيبقوا 4
والأربعة هيبقوا 8 فياكلوا أكتر. عشان كده برضو هيتكون ألسر. هذه الألسر سنجل ولا ملتبل؟ ملتبل. هذه الألسر أهم كلمة. هذه الألسر بتبقى الإدج بتاعتها ديب أندر مايند. تبقى إيه؟ يعني إيه ديب أندر مايند؟ يعني بلاسك شيب. أما تيجي تقطعها كده، طب ليه بلاسك شيب؟ ليه الإدج بتاع الأميبك ديزنتري بلاسك شيب؟ ده الأميبا بتاكل وتتكاثر. كانت حتة فوق في السيرفس، وبعدين لما نزلت بقوا 2 هياكلوا أكتر، نزلوا بأربعة ياكلوا أكتر، كل ما بينزل كل ما بتاكل أكتر. عشان كده بلاسك شيب. الأميبك ألسر سنجل ولا مالتيبل؟ مالتيبل. الإدج ديب أندر مايند اللي احنا بنسميها بلاسك شيب. الفلور هايلي نيكروتيك لان دي عماله تكسر بتاكل، بتلاقوها بتاكل وبيبقى ديب بيوصل لحد الماسكولوزا. اهم كلمه الميكوزا ان بتوين دي ألسر هيلثي ولا ان هيلثي؟ الميكوزا ان بتوين دي ألسرز كومبليتلي هيلثي. الحته بس اللي هي فيها الاميبا هي اللي فيها المشكله، لكن ان بتوين الألسرز الميكوزا كومبليتلي هيلثي. لما يجي نبص عليها تحت الميكروسكوب هتيجي تبص على هذه الألسر هتلاقي ان الإدج والفلور بتاع الألسر في الأميبا. وادي اللي قدامكم دي الأميبا حقيقية. الأميبا بيبقى بير شيب أورجانيزم أو راوندد، لازم تعرف الدايمتر بتاعه 25 مايكرو، أقول 21، والنيوكلس 5 مايكرو مش مهم. بتلاقوا جواها في فاكوسومز، جواها ار بي سيز لانها بتاكل، حواليه في كلير زون لان هي بتطلع بروتيوليتك انزايم تهضم بيها. وده السؤال اللي بيتسال في الشفوي للدكتور مجدي مراد اللي بيجاوبه، ما بيجاوبوش بيديله فول مارك. يقول لك هي الاميبا الدايمتر بتاعها كم مايكرون؟ تقول له 25، قول له 21. يقول لك والار بي سيز الدايمتر كم مايكرون؟ 7. يبقى حضرتك الاميبا قد الار بي سيز كم مره؟ 3. فكل الباقي بيقولوا ها يلا، كل الباقي بيقولوا 3 مرات غلط. هو يقول لك يا حبيبي الاميبا قد الار بي سيز 10 مرات. السؤال ده له حكمه بس انتوا ما تفهموهاش. حضراتكم الاميبا اي تيشو ممكن الاقي فيه ار بي سيز. الار بي سيز ممكن تشبه الاميبا، بس الار بي سيز بالنسبه للاميبا الاميبا قدها 10 مرات وليس 3 مرات. طب ازاي؟ عارفينها ولا مش عارفينها؟ هو بيقعد يشرحها لك في الشفا. كلمة قدها يعني السيرفس اريا. والسيرفس اريا بتتضيق بتساوي؟ بالعربي ولا بالانجليزي خدته؟ بالانجليزي باي ار سكوير. بالعربي طه نقطر بيع. الباي بتاع الاميبا كام؟ الباي كام؟ 3.14 ضرب الراديوس بتاع الاميبا 21 قول 20. يبقى 10 10 تربيع هيطلع 314 مايكرو مربع. اما الار بي سيز 3.14% ضرب 7 قول 3.3 عشان تربعها يطلع 10 يطلع 31.4. يبقى الاميبا قد الار بي سيز كم مره؟ 10 مرات وليس 3 مرات. هو بيسال السؤال ده بس هو على فكره اللي بيجاوبوش بيديله في المارك. الاميبا قد الار بي سيز 10 مرات لان احنا بنشوف الاميبا سكشن، فبالتالي بنقارنها بالار بي سيز 16 مرات. ايه كمان؟ ايه المشكله يعني لما واحد يجي له اميبا تزن؟ حتى حلوه يا اخي، اميبا جوه عماله تلعب كده واخد حلاوه. حلوه؟ لا مش حلو. هو الديزيز ده اميبا ديزنتري في كلمه ألسر؟ اميبا ديزنتري في ألسر يا كفر؟ العنوان في كلمه ألسر؟ لا. طب في الباثولوجي بنشرح ألسر؟ يبقى ايه الكومبليكيشن؟ فوق الألسر هيموريدج هنسميه هنا ايه؟ بليدنج بالريكتم. المؤلف للاسف بيكتبها انستان هيموريدج لكن اسمه بليدنج بالريكتم لان الكولون ما فيهوش هضم. حضرتك تحت الألسر بيرفوريشن وممكن يعمل لنا بريتونايتس. على مستوى الألسر سينال ستراكشر فايبروزس ويعمل كرونيك سينال ستراكشر. ايه كمان؟
هو مش ده ديزنتري؟ واي ديزنتري يبقى في برولونج سترينج يقعد يحزق. والبرولونج سترينج يعمل حاجتين، نمبر 1 ريكتال برولابس، تعرف ان ريكتال برولابس يحزق بحيث ان الميكوزه بتاع الريكتال بتتقلب وتنزل له من ورا كده، بس لازم تعرفوا اسمها باللغه العاميه المصريه ريكتال برولابس. المصريين يسموه ايه؟ يسموه عليطه. عليطه عارفين الهيرنيا المصريين يقولوا عليه ايه؟ يقولوا عرق. البرولابس بيسموه عليطه. يحكى في قديم الزمان كنت انا امتياز جراحه، انا كل يوم اروح بدري انظف العياده كده واقعد والبس البنط واحس بالسعاده. ففي احد الايام رحت فجت لي بنت منقبه كليه حقوق اي ثينك كليه ادبيه، فراح قالت لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قالت لي مفيش دكاتره هنا. قلت لها حضرتك انا باجي في ميعاد العياده كمان. قلت لها حضرتك انا دكتور. قالت لي انا عاوز دكتوره. قلت لها لا هو مش عنده دكتوره حضرتك. قالت لي عاوز دكتوره. قلت لها لا احي بقى اما تيجي. لان انا كان معايا واحده مش عاوز اقول اسمها طبعا لان هي دلوقتي بقت استاذ مساعد في كيمستري في الدنيا. كانت بتعاملنا بجد اسوء معامله في الدفعه. دي كانت هاي سوشيال اوكونوميك كلاس تطلع من اول الدفعه بس مالهاش دعوه بالطب ده عشان توظف طب كويس. كانت دايما بتبعت لنا الصبح انظف العياده وانوقها. هي بتجي لنا دايما بعد الساعه 12 ونص واحده. ايه الاخبار؟ ها عملت كويس؟ ها الاخبار؟ ماشي. المهم فضلت لا احي بقى لحد ما تجي لي يا لو وقعدت اكشف على عيانين وهي قاعده. وبعدين جت بسلامتها خلصت العياده. قلت لها لا في واحده عاوزاك. اول مره بقى ونخلص. قالت لها خلصي عاوزه ايه؟ قالت لها يعني ممكن على انفراد. قالت لها عين. فراحوا جايين كده على انفراد جنب بعض بس انا رامي ودني طبعا. قالت لها انا عندي قليط. لا قليط على نفسي. انا عندي قليط على قليط على مين يا حاج؟ بتكلمي ازاي؟ فانا رحت بقى قلت لك قلت لها حضرتك القليطه دي يعني ريكتر برلاكس. قلت لها ساكت انت دلوقتي مش يا حاجه كلمه قليطه معناها ريكتر برلاكس. قلت لي انت بتعرف الكلمات الوسخه دي؟ والله ما انا اعرف. ورحت ماشي هناك طبعا دي بالهيستوري لما قالت لي الكلام ده ريكتال كولابس السن الصغير ده موست بروبابلي ذيس كانسر كول. لان الكانسر كول بيعمل نفس الاعراض زي دي فممكن يجيها الكلام ده من غير ما افكر بقى. ده احتمال كانسر كول لو سمحت على طول نعمل بروكسكوب وطلعت كانسر. فبعرفكم هذه الالفاظ عشان ما تبقوش زي زميلتي. وفي طبعا اللفظ ده اللي بيستخدموه المصريين بس انا مش هقول. ايه كمان؟ عرفت القريضة؟ هتعرفوا؟ ده مثل عندنا يقول لك كل المصايب صابت فرق. تعرف فرق؟ هي اهلا اهلا الحصة بقت مسخرة. مش هقول انا تمام قريض عرفت القريضة؟ بس خلاص لو اشتغلنا في يوم من الايام مش هيجي لك ده. لو جالك واحد زي ده يبقى متابعي ماليش دعوه. الكومبليكيشن فوق الانسر هيموريج تحت الانسر بيركوريشن على مستوى الانسر يلا بسرعه فايبروزس. هنا ده ديزنتري يعني في برولونج ستريننج فيعمل ريكتال برولابس. وفي الريكتال بريستاس هياخد الحاجات اللي ناخدها الحصه الجايه فيعمل انتسسبشن. عرفت الانتسسبشن؟ انغماس الامعاء لحد ما ناكله. او فولبلس. تعرف ايه فولبلس؟ ضفيرة الامعاء. بس ركزوا معايا بقى. هل حضراتكم بنلاقي ان في توكسين ففي توكسيميك مانيفستيشن؟ نو. في سبريد. السبريد ده دكاتره ممكن يوصل فيري ديب في الوول اوف ذا كولون وتيجي حواليه انفلاماتري سيلز فنشوف القولون وفي كلكيعه طالعه منه. سموها زمان اميبوما. يعني ايه اميبوما؟
الجرانيلوما مش تيومر، ده عباره عن الاميبا وحواليها كرونيك انفلاماتوري سيلز. والسبريد ده كمان ممكن يبقى دايركت فيعمل بريينال فيستلا او ساينس، ممكن يبقى بلاد اللي هشرحه بعد شويه يعمل لونج ليفر او اي حاجه. لان انا اللي يهمني هنا يعمل ليفر ابسس، اميبيك ليفر ابسس. دي عليه لوحده كاتيجري ايه، جزء من سؤال الليفر ابسس اللي هناخده. وجار الاميبيك ليفر ابسس سبب البلاد سبريد اوف اميبا ثرو ذا بورتال فين، راحت الكبد. ما هو الا اميبيك هيباتايتس. حضراتكم الاميبا هتمشي مع البورتال فين تروح للكبد. الواحد عنده اميبيك ديزنتري، المصريين ما بيحصلهمش الكلام ده خالص. باثولوجي سايت كوملي الاميبيك ليفر ابس، رايت لوب ولا ليفت لوب؟ كوملي بيبقى رايت لوب. حد يعرف ليه؟ بالرغم ان البورتال فين هو التقاء السبلينيك في السبيرم سنتريك والاثنين بيحصل لهم ميكس في البورتال فين، لكن سبحان الله يلاقي كل اللي جاي من السبيرم سنتريك يكمل رايت بورتال فين ويروح للرايت لوب، وكل اللي جاي سبلينيك فين يكمل ليفت بورتال فين ويروح للليفت لوب. رغم ان بيحصل ميكس بيقولوا ما بيحصلش ميكس، عشان كده الاميبيك ليفر ابسس كامل يجي فين؟ في الرايت لوب. الابسس جروسلي، لان ده كومنت الجار، الابسس جروسلي بيبقى عباره عن سنجل في معظم الاحيان، لكن ممكن يبقى مالتي فاريبل سايز بس دايما كبير. اهم حاجه الغول بتاعه بيبقى هايلي الرجله، يقولوا عليه شريدي شريدي شريدي، يعني هايلي الرجله. يقولوا عليه انشوفي سوس. تعرف يعني ايه انشوفي؟ الانشوكه. حضراتكم هذا الابسس جواه مش بس جواه نيكروتيك ليفر تيشو، جواه دايجستد ليفر تيشو بالاميبا، فراح مسمينه بالخطا شوكليت باس او اميبيك باس. وطول عمري اقول اتس نوت شوكليت ار نوت باس، لان هل هو شوكولاته؟ طب هل ده باس؟ ليه مش باس؟ لان الباس لازم يبقى فيه نيوتروفيل وباس سيل، لكن ده اساسا بارازيتك انفكشن ما فيهوش ولا نيوتروفيل ولا باس سيل، فعشان كده اتس نوت شوكليت نوت باس. حضراتكم المشكله بتاعته ممكن يبقى كرونيك فالول يبقى فايبروزد ويحصل عليه ديستروفيك كالسيفيكيشن، ممكن يحصل سبريد والسبريد يبقى دايركت فيفتح الانتيرو ابدومن الول دايركت يخرم الديافرام ويوصل لللنج. وده الجار اللي عندكم في المتحف يركب في قديم الزمان، كان واحد شكله مش مصري جاله اميبيك ديزل، فالاميبا وصلت للكبد وعملت له اميبيك ليفر ابس، وهو ما عندوش اي مشكله خالص وما بيشتكيش من حاجه، خرمت الديافرام وهو ما بيشتكيش من اي حاجه خالص، دخلت في اللنج وعملت له انذر اميبيك ليفر ابس وهو ما بيشتكيش من اي حاجه خالص، وبعد كده كح فلاقى حاجه زي الانشوكه فجاي يشتكي منها حجزوه مات، رحنا واخدينه وحاطينه جار. ده مش بني ادم، ده حمار عشان يحصل كل الكلام ده. ده جار عندنا بلاد سبريد يبعد في اي حته بالذات اللنج، فعشان كده الاميبيك ليفر ابس كومبليكيت بلانج ابس كامل. ايه كمان؟ مش ده ابسس يعني سبيس كوباين ريجن، يبقى البريشر جوه الكابين هيقل ولا هيزيد؟ فيعمل اوبستراكتيف جوندس ممكن يموت. الابسس ده مليان بس ولا مش مليان بس؟ مش مليان بس، ده نيكروتيك تيشو دي كالتشر ميديا. لو حصل له السكندري بكتيريال انفكشن يقلب بابسس بجد، وده يعمل توكسيميا وسيبتسيميا اند اتسترا. This is the amoebic disease. بس شرحت معاها الاميبيك ليفر ابس. خدوا الباسيلاري بسرعه. الباسيلاري ديزل ده سببه انجشن اوف ذا فود كونتامينيتد وذ في اورجانيزم اسمه حاجه ديزنتري. في اورجانيزم اسمه حاجه ديزنتري الشيجيلا. انتوا عارفين الشيجيلا؟ في كام نوع من الشيجيلا؟ واحد
في ديزنتري وفليكسينيري وسني وبوري. السني كم سيلو تايب؟ واحد. بص البالينا اي حد يقول لك كم سيلو تايب قول له اي رقم يطلع كلام صح. لكن السني اوعى تهرس، ده سني واحد ربنا واحد. ما خدتوش الكلام ده؟ سني بواحد ربنا واحد. هو ده سؤال الذكاء في المايكروبيولوجي. نرجع تاني. الانجكشن اوف ذا فود كونتامينيتد وذ شيجيلا باسيلاي. حضراتكم هذه الشيجيلا مختلفه كلامها تماما عن الاميبا، لان الاميبا كل مهمتها في الحياه تاكل وتتكاثر. اما الشيجيلا بكتيريا قويه بتطلع اكزوتوكس، فهتقعد زي الباشا على الميوكوزا وتطلع الاكزوتوكسين اللي زي ميه النار، هي نان موتايل. عشان كده تعالوا نبص عليها هتعمل لنا السودو ممبرينس انفلاميشن اللي خدناه في الترم الاولاني. جروسلي ادي ده شكل الباسيلاري ديزل. حضراتكم الميوكوزا بقت ريبليس باي جريش براون نيكروتيك ممبرين، بين قوسين سودو ممبرين. دي خلايا مقتوله. بس ركزوا، العين بياكل ولا ما بياكلش؟ بياكل. في تروماتيك افكت اوف ذا فود؟ فبالتالي هتوقع حتت من هذا الممبرين فهتعمل برضه ألسر. هذه الألسر اللي انتم شايفينها سجل ولا ملتبط؟ ملتبط. هذه الألسر نون سبيسيفيك يعني شاربه او سلوب الايدج. اهم كلمه الميوكوزا بتوين دي ألسر هيلثي ولا كومبليتلي ان هيلثي؟ كومبليتلي ان هيلثي، لان الاكزوتوكسين حرق الميوكوزا كلها. الألسر سببها تروماتيك افكت اوف ذا فود، فعشان كده بتبقى مالتيبل سوبرفيشال. الميوكوزا ان بتوين هي اللي فيها السودو ممبرين. وطبعا تلاقي الليمف نود كبيره لان هنا التوكسين بيوصل لهذه الليمف نود. تحت الميكروسكوب ازاي نحول سودو ممبرينس انفلاميشن؟ سب ابيثيليم فازو دايلاتيشن واكيوت انفلاماتوري سيل وانفلاماتوري ديما فايبر. طب السودو ممبرين نيكروتيك ابيثيليال سيلز متوصلين بفايبرين ثريدز وفي اكيوت انفلاماتوري سيلز والبكتيريا اندير توكسين. ايه المشكله يعني واحد يجي له باسيلاري ديزنتري؟ باسيلاري ديزنتري العنوان في كلمه ألسر الباثولوجي بنشرح ألسر؟ طبعا. يبقى فوق الألسر تحت الألسر على مستوى الألسر مش ده ديزنتري؟ فالعيان يبقى عندهم ريكتال برولابس والريجلر بريستانس تعمل انترسبشن وتعمل بولزس. ينفع هنا يبقى في توكسيميك مانيفستيشن ولا مفيش؟ دي اهم حاجه. الاكيوت توكسيميك مانيفستيشن بتعمل ايه؟ تعمل كل حاجات التوكسيمي بالذات ايرايتس وارثرايتس وانكفالايتس، ودي اللي كانت بتموت عليه. بس اكشولي ما حدش بيموت عندنا في مصر من الاميبك ولا الباسيلر. في مصر المصريين الاميبا سيست ياخدوها سيست وينزلوها سيست. الشيجيلا ياخدوها شيجيلا وينزلوها شيجيلا. وليه؟ ما نعرفش. يحكى في قديم الزمن كان في مجموعه من سواجات الاسكتلنديين كانوا جايين عشان يدرسونا حاجه اسمها الاي بي دي زمان. الاي بي دي اللي هو الايديوباتيك باول انفلاماتوري ديزيزز اللي هو الكرونز والالسراتيف. لان المرض ده لا تشخصه الا واحد اصوله من انجلترا واسكتلندا وفرنسا منصور. وانا اللي كنت رايح استقبلهم في المطار، كنت ساعتها يعني عندي شعر طويل وكده وحلو. فرحت استقبلتهم ووديتهم شغال الفندق. قلت لهم ان شاء الله بكره المحاضره هتبقى الساعه 8 الصبح وهاجي اخدها. بس قعدوا ويلكم من ايجيبت والحاجات اللي انتوا عارفينها. وروحت. رحت الساعه 7 اسال عليهم. قالوا في المستشفى. ليه؟ قالوا لي الواد السواق بالجزمه قال لهم ويلكم من ايجيبت وخدهم وادخلهم بوشه. فالعيال دخلوا بقى كل حاجه. تايفويد على كل رأي. المهم ترجيع الديهايدريشن في ساعتين. واتحجزوا في الاي سي يو كلهم كده منورين جنب بعض. والله دخلت عليهم الف سلامه. اول كلمه قالها للراجل. انتوا عايزين اي بي دي مش هحطه ليه؟ ليه اي بي دي؟ ما تعالجوا البلاوي اللي عندكم الاول
وبعدين لما نتكلم في الاي بي دي ودماغهم قلب جزمه مد المحاضره وسب عادي يعني اي بي دي فاهمين ولا مش فاهمين؟ اوكي مرة خلاص بس ايه ده بس ايه ده يعني هنمشي هنمشي وانا بتحايل عليكم عشان نخلص يعني ونذاكر انا ادلعكم بس بهدف اتفقنا؟ كان في حاجه بس انا ما عنديش المحاضره اللي فاتت عشان هم قعدوا يقولوا عليا كفايه كفايه حضراتكم عارفين عندكم امتحان ان شاء الله اخر ماكس جاي فيه ان شاء الله الله يفتح عليك يا رب واشيل شربات فرح فحضراتكم داخل فيه مواضيع فاحنا لازم نمشي بريد كويس عشان نخلص ولا عايزين تخشوا كده فانا هستمركم انا عن نفسي امتحنت كتير قبل كده وكفايه عليا في موضوع اسمه هايبر تنشن كنت انا منقه من الترم الاولاني وانا مش شرحتوش في العدا وهعيده تاني بعد كده فلو سمحتوا خلينا بس اتكلم لكم عن برود ايتم في ولا نعيده مع بعض كلنا مش عاوزين برضو نذاكر خلاص نعيده كلنا مع بعض محتاج اشرح لكم الهايبر تنشن محتاج اشرح لكم الانيوريزم عشان حكايه العملي وبعد كده هخش معاكم ان شاء الله عشان نخليكم تخشوا في الامتحان في المره دي كلها